فكنا نتكلم، بس عشان الريكورد معلش بس بعيد هالنقطة. كنا نتكلم انه احنا بعد ما عملنا الواكس ريم لازم انه نعمل سيلكشن منيح للتيف عشان بناء عليهم نعرف نحطهم بالوضع الصح. هسه التيف هذول بيختلفوا باختلاف بيختلف وضعهم باختلاف البيشنتس. فالبيشنتس اللي عندهم فلاسيد ليبس، الليبس مرخيين، لازم انا احافظ على يعني العلاقه هاي ما بين الليب وما بين التيف. فاللبس الفلاسيد المرخيه بتكون الانسايزل شو يا دوب مش مبينه، قد تكون صفر، بينما في الناس اللي عندهم اللبس يعني ثيك وريزد ويعني في يونج بيبل، فبيكون في عندي سفشنت انسايزل شو تقريبا 2 ملم لازم اني احافظ عليه، وكل مريض حسب وضعه طبعا احنا بنتعامل معه. فكنا بنحكي انه عندي انا في شيء الماركس لازم اني انا انتبه لها، واول شيء بيركزوا على الدكاتره، فمن اللي هم النيزوليبيال انجل، نيزوليبيال سيركس، نيزوليبيال سيركس اند فلترا، واللينث اوف ذا لبس. اللينث اوف ذا لبس حكينا عنه في مبدا الانسايزر شو الى اخره. هسه النيزوليبيال انجل والنيزوليبيال سيركس افضل صوره توضح لي اياهم اللي هي هاي الصوره. فهاي الصوره توضح لي كيف انه في عندي هذا النيزوليبيال نيزوليبيال سيركس، تمام؟ هذا النيزوليبيال سيركس، شايفين الخط الاسود ديبريشن، هذا السلكس، هذا يعني إشي داخل، تمام؟ النيزوليبيال فولد، النيزوليبيال فولد اللي هو المباشرة بعد الدبرشن، هذا عندي أنا فولد ارتفاع وبعدين سلكس اللي هو الدبرشن السواد. طيب هسه هذا إذا أنا بدي أطلع هاي الصورة لحالها مباشر هحكي إنه هذه صورة لشخص يعني عجوز في العمر، كبير في العمر، صح؟ لأن في عندي نيزوليبيال سلكس واضح وديب وكثير مبين. هل أنا لما يجي عندي المريض بدي أعمل له طقم هل لازم يطلع هذا السلكس؟ أكيد لا، ما لازم يطلع بهذا الشكل، لازم يطلع يعني يكون مبين لكن مش كثير، بحيث إنه يطلع تقريبا زي هذا الشكل، إنه في عندي ديبريشن لكنه ماله مش كثير ديب، أو ممكن يكون زي هذا الشكل أو زي هذا الشكل. هسا إذا عملته أنا عملت دينشر، عملت طقم وخليت النيزوليبيال سلكس ما يبين بالمرة زي هذا الشكل، هذا الاشي قد ايش يعني، قد يعني كثير غلط وهيك يعني مش مظبوط، ومنظر مش متناسب مع وضع المريض. فلذلك انا النيزوليبيال سلكس والنيزوليبيال فولد بدي احاول اني اميز بينهم، الفولد اللي هو الارتفاع، هذا الفولد الارتفاع، السلكس اللي هو الديبريشن السواد، فانا بدي احافظ عليهم موجودين لكن ما يكونوا زي هيك ممحيين كامل، ولا يكونوا كثير داخل، ولا يكونوا كثير داخل نزولي سلكس، لا بل بالعكس يكونوا في وضع مدرك نقدر نحكي عنه. طيب النزولي حكينا عن النزولي سلكس، النزولي الانجل حنحكي عنها برضو لقدام. المنتوليبيال سلكس اللي هي ما بين المنتون اللي هي هون واللبس، هاي المنتوليبيال سلكس، فبرضو أنا لازم إني أنتبه لها ما تكون كثير ديب. الفلترم اللي هم هدول تحت النوز بالضبط، تمام؟ والنيزوليبيال أنجل اللي هي الأنجل اللي ما بين النوز وما بين اللب، إذا بدنا نيجي نعينها هون، هاي النوز وهاي اللب، هذه الزاوية اللي بالأحمر هاي اسمها نيزوليبيال أنجل. طبعاً النيزوليبيال أنجل يا جماعة من 90 ل 120، إذا كانت أكثر من 90، شو يعني أكثر من 90؟ يعني زي كأنها اللب هاي الزاوية كانت أكثر من 90، أقل من 90 قصدي، يعني زي كأنها اللب داخلي لجوا كثير. إذا كانت من 90 ل 120، إذا كانت أقل من 90 يعني كثير الزاوية حادة فاللب طالع على برا قصدي، إذا كانت أكثر من 120 زي هذا الشكل تقريبا داخل كثير لجوا اللب، فما في عندي أسنان تدعمها، فإذا أنا بدي إياها كثير يعني داخلة ولا كثير طالعة، بدي إياها ما بين 90 ل 120. أوكي، هاي في النوتات عشان الجداد معنا، النوتات اللي بحطهم بالأخضر هذول بيكونوا زيادة، اللي حوالينهم أخضر أو أحمر هذول زيادة عشان إحنا نكون متمكنين من كل المعلومات. طيب when the mandible addressed lips contact at each other and exposing the vermilion border. والvermilion border برضو واحد من اللاند ماركس اللي كتير مهمة. الvermilion border يا جماعة هو الحد الفاصل ما بين اللب وما بين السكن. فهو نقدر نحكي انه
هاي الفيرميليون بوردر، الحد الفاصل ما بين الليب وما بين السكن. بس هذا لازم يكون بروميننت وديفلوبت، ما لازم يكون منكمش وحوالين الخطوط هذول اللي بتدل على يعني العجزه وكذا. تمام. النيزو ليبيا سلكس، رجعنا له، النيزو ليبيا سلكس العضله اللي بتعمله اللي هي زيجوماتيكس مسل، هاي يعني معلومه حفظ. فلذلك انا بدي اعمل اليمينيشن له، كاتبين elimination of this sulcus by thickening of the denture flange gives a natural appearance. elimination لإله إني أنا أخفيه بشكل كامل، يعني زي هاي الصورة إني خفيته بشكل كامل، هذا الشيء ما بدي. طيب طبعا كيف أنا بعمل هذا، كيف بطلع معي هاي النتيجة؟ بإنه الدنشر نفسه لما أنا نصممه، هاي الدنشر وإحنا بنصمم فيه ونجرب فيه، بيكون الواكس تبعي كثير زيادة على الأماكن، على عند الكناين، عند الجناب هذول. فالواكس الزيادة هذا خلى إنه السكن يكون مشدود على هذه المنطقة، بالتالي صار في إليمينيشن لهذا السلكس، وهذا الإشي أنا ما بدي. أوكي، هسه الباكسينيتر والأوربيكولاريس حيعملوا لي الفانكشنال يونت. إحنا بنعرف إنه الباكسينيتر وين بتأثر، الباكسينيتر بتأثر عند الجيكس، هي اللي بتعمل الجيكس، والأوربيكولاريس أورس بتعمل لي اللبس. فالباكسينيتر والأوربيكولاريس عشان to function well لازم ما يكونوا over stretched، لازم الواكس الدنشر هو محطوط لازم ما يكونوا شادين عليهم كثير، لازم يكونوا في النورمال بوزيشن لهم حتى يعني يقدروا يشتغلوا وظيفتهم الصح. طبعا هون الدكتورة حكيت لكم عن انه في كل لازم ترجع لكل المسلز اللي بتعمل لي الفانكشنال يونت، بتعمل لي فيكشن اكسبريشن لهاي لهذا الوجه. طبعا انا حطيت لكم اياهم، هم المسلز اوف موديولوس بسموه، مسل اوف موديولوس هذول هم المسلز، واجي عليهم اسئله. طبعا الدكتوره رش اول مره تعطي هاي المحاضرات، فما لها اسئله هي نفسها، بس كونه معلوماتها تطابق معلومات الدكتوره سميحه اللي قبلها، فانا يعني حطيت اسئله سلامات لدكتوره سميحه. تمام. فهاي الموديولوس، العضلات الموديولوس عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 عضلات، هذول عضلات هم اللي بيعملوا لي الفيشل اكسبريشن. تمام. فهذول مهمين الواحد يحفظهم. طبعا كيف بيجي السؤال عليهم، بيجي all of the following are one of the modulus except، او الموديولوس يعني affect الفيشل اكسبريشن except، يعني من هال يعني الفكره انهم حفظ يعني بحت، ما فيهم شيء مجال اللعب. Okay, we also need to consider the relation of the teeth to the upper and the lower lips. فأنا ال بالنسبة لوضع الأسنان لازم اللبس يكونوا برضو مرتاحين، لا اللبس يكونوا طالعين لبرا كثير ولا داخلين لبرا كثير، وهذه الصورة أظن بتوضح لي. فأنا ال upper anterior وال lower anterior لازم ما يكونوا طالعين لبرا ولا داخلين لجوا. هسا بدنا نعرف كل lip على ايش بتركز، عشان بناء عليها انا اعرف هل انا الوضع الاسنان كانت فوق اللازم ولا لا. فالابر ليب ريست اون وات، ريست اون ذا ليبيال سيرفيس اوف ذا ابر انتيرير تي. تمام. اند ذا لوور ليب اند ذا لوور ليب اون ذا ليبيال سيرفيس اوف ذا لوور انتيرير تي اند ذا انسايز ايدج اوف ذا ابر تي. فالابر ليب يعني بتركز بشكل كامل على الابر انتيرير تي، لكن اللوور ليب بتركز تقريبا نصها على اللور انتيرير تيث، وجزء منها بيركز وين؟ بيركز على الانسايزل ايدجز اوف وات اوف ابر انتيرير تيث. ايوه، اذا ابر انتيرير تيث تحمل او بتحمي الابر ليب مع شوي من اللور ليب، واللور ليب يعني بتركز على اللور انتيرير مع شوي مع الانسايزل ايدج تبع شو، تبع الابر انتيرير تيث. هذا مهم انه الواحد يكون يعني مفرق ما بين هذول الشغلتين، upper lip بتختلف عن lower lip. تمام. فلازم انه يصير في عندي good horizontal overlap اللي هو الاوفرج، لازم يكون عندي اوفرج كافي حتى انه اللبس يكون supported ووضعهم 100%. تمام. هسه في عندي، طب انا على اي اساس بدي احط الانتيرير تيث، وعلى اي اساس بدي اعرف هل هم في وضعهم صحيح ولا لا؟ نبدأ فيهم شوي شوي. اولا انا بعمل لحالي جايد لاينز يقودوني وين بالضبط ابلش احط اسناني، وين ابلش اصف اسناني.
فهذول الجايد لاينز هم الميد لاين والهاي ليب لاين والكناين لاين، كل واحد بيدلني على شيء، كل واحد بيعطيني انديكيشن لشيء معين. طبعا الليب لاين الميد لاين الميد لاين بيجي في نص الواكس ريب، يعني هذا هو الميد لاين، هذا الميد لاين. اوكي انا برسمه كيف اني بنصص بالوجه وبنزل خط، هذا الخط بيجي في نص الواكس ريب، هاي خلصت من الميد لاين. الكناين لاين له طريقه تحديد هنيجي عليها. الهاي ليب لاين الهاي ليب لاين اني انا بخلي البيشنت يضحك، تمام، ضحكه عريضه، وبرسم خط عند الضحك عند يعني عند الشفه العليا. فهذا الخط هذا بنسميه الهاي ليب لاين. طب ليش انا رسمت هذا الهاي ليب لاين؟ عشان لما البيشنت يضحك بالطبيعه اعرف وين حد الاسنان حيكون، عشان مش احط الاسنان كثير لتحت وبعدين يضحك البيشنت ضحكته العريضه وبعدين تبين كل اللثه بعد هاي الضحكه. فلا انا بدي عند الضحك تبين بس اسنان، فاذا الهاي ليب لاين حيدلي لوين انا ححط اسنان، يعني قديش طول الاسنان لازم يكون، اذا فهمتوا علي. تمام، اذا في حد عنده اي اسئله طبعا يا جماعه يوقفني عادي خلال الشرح ويسال. طيب فبنلاحظ هون كيف انه يعني العدد وجود الاسنان بيعمل سبورت للفيس، فهذا كله مع بعضه، يعني احنا ما بنتعلم شيء يعني كل شيء لحال، لا كله مع بعض. فالسبورت تبع الفيشل اكسبريشن بيجي من خلال الاسنان، والاسنان عشان نحطهم صح لازم نكون مراعين الفيشل اكسبريشن، فكله يعني بلاحق كله. وهذا كيف صوره انه اذا ما عندي اي اسنان كيف المسلز مش عم تو بي ستريتش صح، المسلز كلها هيك زي الفلاسيد زي المكموشه على بعضها مش ماخذه شكلها الصحيح. طيب هون عندي سؤال سنوات اللي هو سؤال 6 نشوفه. اوكي سؤال 6 بيقول طيب modulus muscles are all except. اوكي هذا سؤال كان بس انه يعني سؤال مباشر على عضلات المودلس. اوكي طيب اوكي هسه مجرد ما احنا خلصنا كل هذه الامور خلص بصفة في عندي جود سبورت للاسنان وجود سبورت للمسلز اللي حوالينا، بالتالي بنروح للي بعده الخطوه اللي بعدها. هسه طيب الاسنان هذول والواكس ريمز اصلا لما نحطه ما نحطه في فراغ، يعني تخيلوا انا الان حطيت الاسنان او حطيت الاسنان في وضعيه غير وضعيه الاوكلوزال بلين، غير وضعيه سطح الاطباق تبع الاسنان، كيف البيشنت حياكل؟ حياكل حيصير مثلا ياكل على اعلى من اللازم، يعني مثلا هذا الاوكلوزال بلين صح. اوكي فرضا حطيت الاسنان لفوق البيشنت حيصير يعض شفته العليا وهو باكل، لانه حيصير يطلع لفوق وهو باكل. اذا حطيته لتحت الاوكلوزال بلين البيشنت حيصير ينزل لتحت وهو باكل، اذا حيعض شفته ايش؟ حيعض شفته السفلى، الشف السفلى له وهو باكل. فلا لازم تكون الاوكلوزال بلين اورينتيشن تبعه، الاورينتيشن يعني مكانه في الفضاء العيني، مكانه في الاورال كافيتي كامله، لازم يكون معمول صح. طيب انا كيف بدي استدل عليه؟ كيف بدي اعرف هل هو في مكانه الصحيح ولا لا؟ هذا الشيء اللي حنتعرف عليه هسه. الاوكلوزال بلين عشان احدده صح لازم احدده من جهتين وليس من جهه واحده. ليش؟ لانه فعليا انت لما تطلع على البيشنت من الامام غير لما تطلع عليه من الجنب، اذا كل الفيو الاماميه لها يعني اورينتيشن معين، الفيو الجانبيه لها اورينتيشن معين. فهسه من الامام الاورينتيشن تبع الاوكلوزال بلين بحكي لي لازم يكون الاورينتيشن، يعني اذا بدي مد خط اوكلوزال بلين وهمي لازم يكون هذا الخط بارلل مع خط اخر اسمه الانتر بيبيلاري لاين. شو الانتر بيبيلاري لاين؟ هو خط وهمي بوصل ما بين التو بيوبيلز اللي هم بؤبؤ العين. تمام، احنا بنمد في العياده، يعني بنمدش فعليا في العياده، بنجيب مسطره بنوصلها ما بين العينين، بنخلي المريض يسكر عيونه وبنحط مسطره تقريبا تكون ايش عامله لي خط بارلل. تمام، وبنزل هاي المسطره شوي 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 لحد ما نوصل للبلين تبع شو تبع الاوكلوزال ريم. لازم تكون
التو لاينز مالهم بارلل تو ايتش اذر. اذا كان في مشكله من واحد، اذا كان في مشكله من هون مثلا، بضلني ازيد واكس او اقلل الواكس على بال ما اظبط الامور. تمام. طيب هسه من الجنب، من الجنب انا لازم اني اكون برضو الاورينتيشن اوف ذا كلوزد بلين لازم يكون بارلل مع خط اخر اسمه الكامبرز لاين. الكامبرز لاين شو هو؟ هو خط بوصل ما بين التريجس اوف ذا اير، التريجس اوف ذا اير يعني اللي بتكون اخر شيء في الذان الاماميه، التريجس اوف ذا اير والالا اوف ذا نوز. الالا اوف ذا نوز، الالا اوف ذا نوز يا جماعه هي اللي هي هسه بفرجيكم اياها هون على الصوره احسن. هاي الالا اوف ذا نوز، هاي هي تمام اللي تيجي على الجنب، هاي الالا، هذه الالا اوف ذا نوز. فاذا خط بوصل ما بين التريجس والالا اوف ذا نوز هذا لازم يكون بارلل مع الاورينتيشن اوف ذا كلوزال بلين. من وين؟ من جنب. طب انا كيف بدي يعني اضلني اقارن بين هذه الامور يعني، واضلني يعني انزل، وكيف لازم يطلع معي القياس 100%؟ سهله، عملوا جهاز اسمه فوكس بلين. الفوكس بلين يا جماعة بيريحكم كثير، بيخلي يعني مبدأ عمله شو؟ انه في قطعتين، قطعة داخلية المريض بيعض عليها، هالقطعة اللي هي جوا، هي مش مبينة جوا ايده، بيعض عليها المريض، بيعض عليها بالواكس، هو بيكون لابس الواكس ريم، بيعض عليها، فهي رسم يعني رسم خط ايش؟ خط الانتيريور، انتيريور اورينتيشن بلين. بضل علي اني اجيب مسطره واحطها بين التو بيوبيلز عشان اقارن هل بارلل ولا لا. هون نفس الشيء، نفس الفوكس بلين، هذا الجهاز الابيض فوكس بلين اعطاني خط ايش؟ الخط من هون اللي على الجانب. فانا بس بجيب مسطره وبشوف في هاي التريجس، هاي الالة، هذا الخط مش بارلل، اذا بدنا نظبط، نظبط من هون نشيل واكس او من هون ازيد واكس، اللي هو بالاخر انا لازم يكون عندي شو بارلل تو ايتش اذر. فاذا الجهاز اللي بيعطيني يعني الفانكشن تبعت اني احدد الاورينتيشن وفي ذا كلوزال بلين هو ايش اسمه؟ اسمه فوكس بلين. طيب طيب هسه اذا حددت الاوكلوزال بلين صح، انا حريح نفسي من يعني اعطي حالي جود استاتيك اند جود فانكشن، يعني تكون اموري 100%. اوكي anterior should be parallel to the interpupillary lens زي ما حكينا، posterior should be parallel to the allotrigus line. طيب بدي نروح انا وياكم هسه على سؤال ونشوف كيف انتم مع الاسئله قبل ما اوضح لكم هالتريك. طيب بس هنا هنا سؤال جملتين. اوكي هاي الجمله الاولى فاصله، الجمله الثانيه واحد، اي واحد فيهم الغلط؟ الاولى. ليش؟ لانه المفروض الالا اوف ذا نوز مش التب. طيب هاي اي جمله، ثانيه ولا الاولى؟ أنا بدي الغلط. تاني. هي صح، جوابك صح، بس يعني تسرعت شوي، هي الثاني صح. أوكي. هي هاي يعني زي ما نحكي إنها بعض الأمور اللي الطلاب مرات بيحتاروا فيها في الموضوع خارج ال خارج ال اللهم صل محمد المادة. أنا كاتبها. أوكي. ف يعني هيك جاوبتوها انه مش من عند التب بل من عند الالف بنوس، هذه المشكله. طيب هسه هي صيغه السؤال هذا من تجميع يعني قبل الاونلاين والكورونا، ف يعني صيغه السؤال مرات ممكن يكون في اربع جمل ثلاث جمل فوق بعض، فمن السرعه الواحد بفكر انه كل الجمله صحيحه وبحط منه نفذ أبوهم، يعني لهيك الواحد بيركز حتى في الكلمات. طيب أوكي. ف
فلازم نركز على انه التريجس للاله نوز. اوكي البروبر ليب سبورت نيزلي بالانجل اند فيرميليون بوردر اوريدي حكينا عنها. النيزلي والنيزلي بالانجل هي الزاويه ما بين التب البيس تبعت النوز والليب، هاي لازم تكون كم من 90 ل 120. اوكي بروبر انسايدل شو، هسه الانسايدل شو هذا اللي انا بحكي عنه، يعني البيشنت لما يكون مرتاح وما عم بضحك يعني عادي الامور طبيعيه، قديش مبين من الانتيرير تيث اتريست، هذا هو الانسايدل شو. فاذا كان مثلا كبير في العمر، هاي مثلا يعني فيها عمر كبير، يا دوب من الانسايدل شو مبين تقريبا نص ل 1 ملم لانها كبيره في العمر وواضح في شويه تجاعيد. هسه الصغار في العمر لا بيكون بين اكثر من الاسنان، فمقدروها انه الافرج تبعنا 2 ملم، بينما الاولدر ايجز بيكون من 0 ل 1، وبيختلف طبعا باختلاف الاشخاص. يعني الان في عوامل كثير بتحدني اللي هي الجندر الايج كثير شغلات، الامراض المعينه، في ناس عندهم باركنسون، في ناس عندهم مشاكل، في عندهم ناس عندهم جلطات، يعني في ناس عندهم كثير شغلات بتحد التونيسيتي تبعت المسل، فالمسلز كلهم بيكونوا هيك فلاسيد. اوكي مثلا الومن هاف ليس انسايدد شو ذان مين، يعني هاي كلها عوامل بتحدني في الموضوع. البروبر فيرتيكال ديمنشن ات اوكلوجن، هذا الموضوع كثير شائك، يعني لما توصل لهي المرحله في العياده يعرفوا انه بدكم تركزوا تركيز الف، عشان اي غلطه هون حتخرب كل شيء لقدام، والتسرع فيها جد حيخرب كل شيء لقدام، ويبطل الواحد عارف وين المشكله. المهم اللي هو موضوع الفري واي سبيس والفيرتيكال ديمنشن ات اوكلوجن، هسه هو كمبدا سهل انه نعرف وشو هي الفري واي سبيس وشو كذا، لكن لما نيجي نطبقها اصعب منها ما في. ليش؟ لانه بدها تركيز، وبدها الواحد يكون يعني عنده ريفرنس بوينت ثابته ويقيسها يعني برويه عشان تطلع معه مظبوطه. طب شو هو اللي بحكي عنه انا هسه؟ اللي هو الريست فيرتيكال ديمنشن والفيرتيكال ديمنشن ات اوكلوجن. شو يعني؟ يعني البيشنت لما يعض بدي انا اقدر مسافه، هاي المسافه لازم تكون ثابته، يعني بدي اثبت تو ريفرنس بوينت لإلي، مثلا التب تبعت النوز ونقطه هيك على التشن، بدي انا ارسمهم، اجيب قلم حبر وارسمهم على وجه البيشنت، هذول يكونوا ريفرنس بوينت لإلي ما اغيرهم. تمام، رسمنا نقطتين. تمام، هسه بنخلي البيشنت نحكي له يعض، هسه بقيس المسافه ما بين هذول النقطتين اللي انا رسمتهم، هذا الفيرتيكال دايمنشن ات شو ات اوكلوجن، البيشنت ماله عم بيعض. بعدين نفس النقطتين بحكي للبيشنت يعني خلص يرخي يفتح ثمه هيك يسرح كذا، بعدين برجع بقيس المسافه بين هذول نفس النقطتين عشان يطلع معي يطلع معي الريست فيرتيكال دايمنشن. هسه الفرق ما بين الاثنين اسمه فري واي سبيس، والفري واي سبيس هاي لازم اضلني احاول اعيد واحاول اعيد واحاول لبل ما تطلع 2 تو 4 ملم. طب كيف بدي اعيد واحاول؟ مش هي ثابته؟ لا هي مش ثابته، يعني هي ثابته كقياس 2 ل 4 بس مش ثابته عندك. ليش؟ لانه البيشنت لما عض على الاوكلوز الريم، هنا انسوا الاسنان. دكتور سوري على المقاطعه، بس في روان تحكي تدخلها على الميتنج. مش عارف ليش خيار الويتنج روم مش عم ينشال، هو كان يحنا كثير. اوكي فكنت بحكي شو انه هنا انا في عندي واكس، هنا في عندي واكس. اوكي هسه الواكس هذا انا بحطه انا بشيله، فلما يكون عندي على الريست فيرتيكال دايمنشن 80 مثلا، على الفيرتيكال دايمنشن ات اوكلوجن لازم تكون قديش؟ من 76 ل 78 المسافه، عشان بده يطلع معي الفرق 2 تو 4 ملم. تمام، ففي الاخر انا بضلني اقلل او ازيد معاكس لبل ما اوصل لهاي النتيجه. ففي واي سبيس لازم تكون ايش؟
بالوضع السليم. أوكي. بعد ما خلصنا كل هاي الأمور بنبلش طبعاً نشوف بنختار أسناننا الأنتيرير تيث أكثر إشي بنختارهم بناء على الاستيتيك أبيرنس، بينما البوستيرير تيث على الفانكشن، وهذا الإشي حنتكلم عنه. تمام. في عندي هون سؤال سنوات. أوكي نشوف السؤال. يلا جواب جواب. دي. أيوه. طيب. ما خلصنا. طيب. تمام. هسا احنا حددنا الـ vertical dimension at occlusion، حددنا الـ orientation of the occlusal plane، حددنا كل شيء. الآن بصفي علي إني أحدد الأسنان من ناحية السايز، selection of the upper teeth بناء على السايز تبعهم. طيب أنا كيف بدي أعرف السايز اللي أعمل فيه؟ هذا الإشي بيعتمد على قياسنا. هل إحنا حنقيس بدنا نقيس المسافة اللي كانت فيها الأسنان بطريقتين. الطريقة الأولى يا بستخدم الـ pre-extraction record أو بستخدم الـ post-extraction record. طب شو يعني هذا الحكي؟ يعني أنا في الـ pre-extraction record كل الطرق اللي قدامكم هاي أنا عم بحصل يعني توقع للمسافة اللي كانت فيها الأسنان قبل ما المريض يخلع أسنان. طب برأيكم هل هذا الإشي دقيق ولا مش دقيق؟ أنا يعني لأنه الآن هو قبل ما يخلع أسنانه كان عنده وضعية عظم معينة، كان عنده تونسيتي للمسلز معينة، كان عنده أمور أخرى. بس الآن هو خالع كل أسنان، فأكيد كانت في فترة منيحة ما بين وجود الأسنان هاي والآن. فبرأيكم هل هذا الشيء دقيق الـ pre-extraction record؟ لا مش دقيق. مش دقيق لأنه أنا في عندي شو؟ في عندي biological changes صارت. هاي الطريقة مشكلتها الـ pre-extraction record إنها it will neglect الـ biological changes اللي صارت عليه. فأنا لازم إني خلص هذا البيشنت عمره 60 سنة، خلص لازم تكون أسنانك تتناسب مع شخص عمره 60 سنة، مش قبل جايب له صورة أو هو بالعشرينات وكذا وهاي pre-extraction record لازم أرجعها عليه، لا. فلهيك الموضوع شوي إنه يعني ما فيش إله يعني طريقة واحدة للحكم. لا يعني لازم الواحد ينظر إله من نظرة شمولية عشان يقدر يقرر. فالمهم هسه فأنا أول شيء بحدد الويد تبع الانتيرير تيث اللي أنا بدي إياه، بعدين بحدد الهايت. الويد ما بحدد كل سن لحاله، ما بحدد كل ويد لكل سن لحاله، لا بحدد الويد تبع الأبر انتيرير تيث كاملين 60 من الكناين للكناين، وبعدين بروح بحدد الهايت تبعهم قديش ارتفاعهم. وهذا الاشي بنحدده عن طريق شو حكينا السمايل لاين. طب ليش السمايل لاين؟ عشان بدي اياه لما يضحك اخر اشي يبين عنده شو اسنان مش لثه، عشان تكون الموضوع جمالي. فالابر انتيري الفلوث ابر 6 انتيرير تيث هاف سفيشنت ويث تو اكستند اند ذا دنتال ارش تو ذا كورنرز اوف ذا ماوث. ف يعني دائما يا جماعه يعني الكورنر اوف ذا ماوث هم الكناين لاينز، هم الكناينز دائما، الكناينز هم الكورنرز اوف ذا ماوث. فهو بيحكي لي انه بيحددوا الكورنر من الكورنر للكورنر، يعني من الكناين للكناين. طيب والهاي بحدد ليها السمايل لاين. طيب اوكي فنبلش في الطرق اللي هم البري اكستراكشن ريكورد. اول شيء ممكن دايجنوستيك كاست. دايجنوستيك كاست هي يعني بتعطيني انفورميشن ممتازه. ليش؟ لانه الكاست هو عبارة عن نتاج إمبريشن، صح؟ متذكرين أخذنا إمبريشن صبينا كاست، هاي ديجنوستيك كاست. هذا ديجنوستيك كاست أحسن إشي. ليش؟ لأنه هو زي كأنه أسنان البيشنت قدامي، زي كأنها قدامي وما في يعني أي توقع لشكلهم، أتوقعه من صورة أتوقعه من كذا، لا هذا كل هذا الكاست قدامي أنا عم بشوفهم مباشرة قدامي، فليكهم ما إكسلنت. طبعا ممكن يكونوا جايين مع البيشنت من وراء
كان عامل تقويم قبل هيك، والدكتور عامل له طبعه وصب له اسنان، وكان عامل كراون والى اخره. كل شيء احنا في الاسنان طبع يعني، عشان هيك لمعلوماتكم كل شيء في الاسنان بنعمل له امبريشن. كل شيء بيجينا قبل ما نشتغل بنعمل امبريشن، احنا بنحب كثير الامبريشن. اللي مش عارف يعمل امبريشن يتعلم. اوكي، الفوتوغرافز to make ratio between anterior teeth and intercalary. هسه هذا الموضوع بده حسبة وبده معادلة. فلما يعني patient كيف إيش بصير؟ patient بيجيني عنده صورة قديمة. هسه أنا بقيس المسافة ما بين ال two pupils لإله، بقيس المسافة intercalary line اللي على الصورة، وبقيس intercanine distance أو المسافة ما بين الـ two canines على الصورة نفسها. وهذا الشيء صعب شوي الواحد يعمله، بس هذه هي فكرة الطريقة. بنقيسهم وبنقسمهم على بعض، تطلع عندي نسبة. الآن باجي بقيس المسافة ما بين الـ interpupillary width الـ actual اللي عندي قد الـ patient اللي قدامي، بضل عندي هون البسط فاضي، تمام؟ فالنسبة هاي بضربها في المقام عشان يطلع معي البسط، فبصير هيك نسبة تناسب ضرب تبادل اللي حيطلع عندي هذا اللي عندها احمر هاي المفقود، عشان نطلع الويث اوف ابر سيكس انتيرير. فعندي ابر الويث تبع الفوتوغراف، الانتربولر تبع الفوتوغراف بدي الويث تبع التيف، وعندي الانتربولر تبع البيشنت اللي قدامي، فبيطلع عندي المفقود. الراديوغراف، هسه مشكله الراديوغراف انه maybe distorted. شو يعني distorted؟ يعني هاي هذا distortion تبع الفوتوغرافز. فهاي صورة أشعة مرات كثير ممكن مع الوقت تصير عليها distortion، يعني تبين مطاول زيادة عن اللزوم، بالتالي أنا ما بقدر أخذ منها شوية تفاصيل. extract teeth طبعاً بتعطيني indication كثير ممتاز من ناحية السايز والشيد اللي أنا بدي إياه، لأنه خلص هذا السن نفسه كان موجود قدامي، فبتعطيني الشيد الصح السايز الصح. photographs and casts for close relative مش كثير يعني بتعطيني معلومات، لأنها مش لنفس المريض، لشخص آخر. والall dentures، هسه الall dentures طبعاً دائماً إحنا بننصح إنه patient دائماً لما يجي عندنا بده يعمل طقم، إذا كان عنده طقم قديم نقدر نصلحه بنصلحه، بدل ما نخسر patient ونخسر نفسنا وقت. هذا مبدأ الدكتورة في الموضوع. طيب ممكن برضو نستخدمهم as a stock tray، بس هاي شوي موضوع advanced عليكم في سنة رابعة بتخدم. طيب هسا البوست extraction record، هدول البوست extraction record هم أحسن. ليش؟ لأنه إحنا عم نعتمد فيهم على البيشنت الآن، يعني بعد الخلع الآن أنا في عندي land marks ممكن أخذها منك يا patient، وبناء عليها أعمل لك طقم. ما حنعتمد على ماضي قديم ولا على يعني صور او كذا تغيرت بعدهم، لا خلاص على ما انت الان نعمل لك طقم بناسبه. فهذول كثير ممتازات، لانهم شو؟ لانهم بيعتمدوا على اناتوميكال لاند ماركس، على شغلات اوريدي موجوده هسه عند البيشنت. فلهيك احنا يعني كثير ممتازين. البوست اكستراكشن ريكورد احسن من البري اكستراكشن. هسه الاناتوميكال لاند ماركس اللي بنعتمد عليهم، اولا الاناتوميكال لاند ماركس، في عندي لاند ماركس بتحدد لي التيب اوف ذا نوز، وفي لاند ماركس بتحدد لي الديستال تيب اوف ذا كاناين، وفي لاند ماركس بتحدد لي الديستال سيرفيس تبع الكاناين. طب قبل هيك انا ليش بدي احدد كل هاي الامور عن الكاناين؟ لانه احنا الويث، احنا بيهمني انا الويث، احدد الويث تبع الابر انتيرير تيث كاملين من الكاناين للكناين، تمام؟ فأنا هاي الكناين بدي أحدد يا التب تبعته وين جاي، أوكي، أو الديستال سيرفيس تبعه وين جاي. طيب إذا في طريقة بتحدد لي التب لحاله من دون ما تحدد لي الديستال سيرفيس، شو أعمل فيها؟ بعتمدها، لكن بزيد عليها رفلي، بزيد على الوث النهائي اللي طلع معاي تقريبا 8 إلى 10 مليمتر، وهذا الوث يعني اللي بعتمده عشان احكي اني والله قست الويث تبع الابر انتيرير تيث كاملي من ديستال سيرفيس للكناين للديستال سيرفيس للكناين على الجهه الثانيه. اوكي، فطرق هذول، اولا الال اوف ذا نوز اند ذا كانثس اوف ذا اي، شو بنعمل هون؟ بنجيب خيط، الخيط هذا بوصل ما بين الكانثس اوف ذا اي، اوتر كانثس اوف ذا اي، هذا الكانثس اوف ذا اي، بعدين بنزل هذا الخيط، لازم يكون مستقيم
وبيجي على الآلة في ذنوز اللي حكينا عنها من شوي، الآلة في ذنوز. بعدين هذا الخيط لازم يرسم خط على الواكس رين. هسا الخط اللي حيرسمه هو خط بيحدد لي التب تبعت الكناين. أيوة، إذا أنا بعد ما استخدم هاي الطريقة شو بدي أعمل؟ أكتفي فيها؟ لا، بزيد عليها كم؟ من 8 إلى 10 مليمتر. طيب الطريقة اللي بعدها، هذا الإشي مش كاتبين لكم إياه، أنا كاتب لكم إياه هي بالأخضر. هسا الكورنر أوف ذا ماوث تو جايد أس وذ ذا كناين. هسا الكورنر أوف ذا ماوث، متذكرين حكينا الكورنر دائما بدل على الكناين، فهذا برضه دليل على إنه الكورنر بدل على الكناين. هسا الكورنر هون بدلني مش بس على الكناين، على الديستال سيرفيس تايله. تمام؟ هسا لازم يكون المريض في هذه الوضعية at risk not full smile، ما لازم يكون بضحك ضحكة عريضة، لأنه إذا بضحك ضحكة عريضة وصلنا للمونر في القياس. فإحنا بس بنوصل شو at risk، وهو بضحك هيك ضحكة خفيفة at risk. فبنخلي البيشنت يضحك، بيحدد لي الكورنر، بتحدد لي الديستال سيرفيس تبعت الكناين. ولما اعتمد هاي الطريقة ما بضيف عليها شيء، لأنه ما في عندي شو خلص، ما بضيف 8 إلى 10. وفي عندي برضو طريقة اللي هي position of the canine eminence of the buccal fin. هسا هاي الطريقة مش كثير بنعتمد عليها، يعني أنا بدي أرتبهم، هاي بعتمد عليها، هاي الطريقة بعتمد عليها، هاي بعتمد عليها بشكل ممتاز، حط عندها صحين. تمام، هاي ها مش كثير بنعتمد عليها. ليش؟ لأنه هون يا جماعة بحكي لي بنحدد الكناين بناء على الكناين إمينانس أور ذا بكال فرينم. هسا البكال فرينم تعرف أنها يعني الفرينم اللي بتضلها تتحرك يمين شمال، صح؟ لازم نعملها فري، لازم تكون ليميتنج أريا. فالمهم هسا هاي لأنها بتتحرك فري، يعني تشو بقدر أحكي عنها، ما بقدرش أعتمد عليها ك يعني معلم ثابت لوجود الكناين، فننسانا من البكال فرينم. طب بحكي لي في كناين إمينانس، شو هو الكناين إمينانس؟ لما الواحد يخلع الكناين محله في العظم، لان الكناين سن طويل، اطول اسنان يعني الفك والبداخل كثير في العظم، فلما ينخلع بيترك محله إمينانس، بتكون مبينه هاي الكناين إمينانس. هسه الكناين إمينانس بحكي لي انه ممكن تعتمد عليها، تحددها وتعتمد عليها انه هذا والله كان الكناين. هسه ممكن، لكن واحد جايني ما عندوش ولا سن، خلع كل اسنانه، هل بتوقع انه وضع العظم اللي عنده كان زي ما هو أول ما خلع، ولا صار عليه ريزوربشن وتغييرات؟ وأكيد صار عليه ريزوربشن، صار عليه تغييرات. إذن ما حتوقع أن الكناين إمينانس اللي موجودة قدامي هي نفسها الكناين إمينانس، أو هي نفسها البوزيشن تبع الكناين اللي كان أول ما الواحد خلع أسنانه، بالتالي أنا مش كتير بعتمد عليها، فحطنا عندها نص صح. أوكي، هذا اللي حكينا عنه. When you determine the tip of the canine, add 8 to 10 millimeter to determine the distal surface of the canine. هاي مهمة. هسا حددت كل إشي، بتقيس، حددت الانتر، حددت أماكن الكناين. شو بتعمل؟ بتجيب مسطرة، المسطرة هاي لازم تكون فليكسبل. بعدين بتقيس المسافة ما بين الكناين اليمين مع الكناين الشمال، بطلع معك مسافة معينة. بتروح على السوق تشتري ست كامل، تشتري يعني انتيرير تيث كامل من الكناين للكناين بناء على قياسك، يعني قسته 10، قسته 15، قسته 20، بتلاقي لك القياس اللي بيظبط عليك. فبس شو الفكره؟ انهم بيجوا ست كامل، ما بيجوا سنتسم. طيب فلهيك احنا لازم نحكي للبيشنت، يعني اذا استخدمنا الكورنر اوف ذا ماوث ولا استخدمنا الالكانثس لاين، عشان شو يعني هاي كتبها سؤال، عشان احنا نعرف هل يضيف 8 10 ولا ما يضيف. طيب selection of anterior teeth form or mold، احنا خلصنا من size حددنا، الان بدنا نختار الفورم تبعهم. هسا الفورم تبع الانتيرير teeth هسا لازم يختلف باختلاف البيشنتس. طبعا الفورمز الموجودين عندنا هم يا سكوير يا تيبر يا اوفويد، هذول should be in harmony with the face but not identical. شو يعني؟ يعني لازم تكون يعني وضع شكل البيشنت، الفيس تبعه، الدنتال ارش تبعه، هذول كلهم بياثروا لي على شكل السن النهائي. فالعلماء يعني اتفقوا على انه يشوفوا شكل الوجه، وبناء على شكل الوجه بالمقلوب بناء عليه انا بحدد هل هذا السن، هل السن لازم تكون تيبر ولا سكوير ولا اوفويد. يمكن هاي الصوره مش كثير واضحه، حتوضحكم اياها هاي الرسمه هون. يعني هون مثلا هذا الشكل الوجه سكوير، يعني اذا بدنا نقلبه
برضو سكوير، فالسن سكوير هذا الوجه هي يعامل لي يعني تيبر أو تريانجل، فأخذنا شكله الوجه المقلوب هي تريانجل، هي السن تريانجل جبنا له إياه. هذا أوفويد برضو السن أوفويد. فيعني هسا الإشي المشترك في تحديد شكل الفورم تبع الأسنان إنهم كلهم ما إلهم أساس علمي. يعني إحنا هذا كله بس استنتاجات منا واجتهادات منا، لكن هل هي إلها أساس علمي؟ هل كل patient taper لازم أحط له أسنان taper؟ أكيد لا، عادي الموضوع بيختلف حسب يعني كل patient هو اللي بناسب، فبس هذه زي اجتهاد منا. طيب لاحظ هون، يعني هذا بس تطبيق للي إحنا شفناه، إنه tip of the canine جاي على اللاين تبع الكانتس إلى كانتس لاين جاي تب تبع الكنان. إذا هذا شغلنا هون كان 100% هون نفس الشيء. بالإضافة لذلك أنا ممكن أستدل بلاند مارك جديدة اللي هي الفلترم يعني بتحدد لي الويد تبع الأبر سنترالز لحالهم، فالويد تبع الأبر سنترالز لازم يكون مع الويد تبع الإيش تبع الفلترم. إذا وصلت لهاي المرحلة فبيكون ممتاز مني اني انا طلعت هذا الشكل. طيب هسه في طرق اخرى حتى يحددوا بالضبط كيف الويد تبع الابر انتيرير تيث ابر سنترال من دون ما يعني يقيسوا كذا، اللي هي هاي الطرق الانثروبوميتريك سيفاليك اندكس. هذا الاندكس بيحكي لي الويد تبع الابر سنترال انسايزر عباره عن الهيد سيركمفرنس على 13، محيط الوجه على 13. فأنا عشان يعني عشان تحفظوها بس، هاي طبعا إضافة مني. فالمعادلة هاي اللي بيسموها أنثرو برومتريك بومتريك، فهي بتبدأ بالأنثرو، الأنثرو فيها 30. المعادلة اللي فيها بري بيومتريك يعني فيها البي بي بي كلها بي بي بيومتريك and pound formula فيها بايزايغوماتيك width على 16. فكل إشي بي 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 بدها بايزاجوماتيك على 16. بس المعادلتين هذول يعني شو هذول بنحافظ نحفظ عشان احتياطا يعني في حال أجوكم. ف 13 مع أنثرو الإف مع الإف 13 مع أنثرو. البيري بيومتريك هي الأكبر مع بايزاجوما، بيومتريك بي مع بايزاجوما بي هي الأكبر 16. طيب هون عندي سؤال سنوات، سؤال رقم 7 شوفوا شو رأيكم فيه. ممكن التالتة علشان during full smile؟ ممكن شوفي كمان أجوبة. والخامسة كمان إن هي excellent source of information. ممكن ممكن كمان جواب هيك شوف الثالثة دكتور الثانية، لأنه الودث مش أوف الإنسايزرز لحالهم، السنترال إنسايزرز مفروض. ممكن حلو. طب ليش خمسة غلط؟ أنا ما حكيت إشي، أنا لسه ما حكيت بجمع all of the above. طيب حسن بلش فيهم واحدة واحدة. The width of the incisors equals bizygomatic distance على 16. حسن أنا بعرف أن المعادلة bizygomatic distance على 16، لكن شو
مش عارف إذا هم قصدين شو بالإنسايزرز، هو السنترال ولا كلهم. طيب the width of the incisors equals the width of the filter. برضو يعني إحنا أنا بعرف إنه السنترالز مش كل الإنسايزرز، فهاي وهاي يعني هل حيغلط فيهم الثنتين مع بعض ولا لا؟ هذا الإشي بنخليه على جنب. Angles of the mouth angles of the mouth dictates the distal border of the canine during full smile. هسا هاي انا متاكد 100% انه شو انه مش during full smile، انه at rest يعني او هيك يعني smile كويس يعني smile خفيفه تمام. فهاي انا يعني هاي جمله من هون وهاي اكيد غلط من هون من ورا هاي الكلمه، بس هذول انا شاكك عشان موضوع الانسايزرز انا مش متاكد اذا هو سنترال ولا لاترال، واللي دلني انه في كمان جملتين زي هاي يعني. فخلينا نخليناها للاخر. البري اكستراكتوري ريكوردز انكلود فوتوغرافز راديوغرافز اند اكستراكتد، هاي اكيد صح. دايجنوستيك كاست ار اكسلنت سورس اوف انفورميشن. طيب هسه هم لما حكوا عن الدايجنوستيك كاست as a pre-extraction record كانت من أكثر الشغلات اللي يعني بتعطيني information، لكن pre-extraction record ككل يعني بضلوا مش أحسن من post-extraction. post-extraction أحسن لأنهم عندهم نعتمد على anatomical landmarks، لكن كانت diagnostic cast من pre-extraction كانت أحسن واحدة من ناحية information اللي بتعطيني إياها. فإذا هاي صح، هاي ما عليها خلاف، لأنه هو ما حدد لي يعني ما كانت المعلومة إنه البري إكستراكشن البوست إكستراكشن أحسن من البري إكستراكشن، هاي المعلومة اللي إحنا نسأل عنها. لكن هو حدد لي هون الدياجنوستيك كاست آر إكسلنت سورس أوف إنفورميشن بالنسبة للباقيات، فأكيد لأنه هذا يعني الكاست عبارة عن صورة السن، عبارة عن نفس السن قدامي، فإذا هو كإنفورميشن تعطيني إنفورميشن. لكن انا هل انا حابب هاي الانفورميشن، هل الانفورميشن هاي بتناسبني ولا ما بتناسبني؟ لا، ما مش حتناسبني كثير، لانها احنا بنحكي عن بيشنت عمره 60 سنه، وهاي هذا الكاست مثلا كان زمان لما كان عنده اسنان وكان يعمل تقويم. فهاي الفكره عشان ما تتخرب. هسه هون صفينا انه يا هم غلطانين يا انه هاي فيها شيء. بس انا لما اكون شايف انه هاي اكيد غلط during full smile، يعني اكيد هو حاطها واكيد عارف انها غلط، فاذا هذه الجواب هذول بضلهم صح. هسه صح انه احنا في السلايد كان مكتوب السنترال لحاله، او الفلتر كان مكتوب السنترال لحاله، بعدين نرجع للسلايد upper central incisor، لكن برضو ما يعني كان يمكن الدكتور incisors كان قصده فيها نفس الانسايزر فما دقق كثير، شايفين؟ فبالتالي انا يعني في إشي اغلط من إشي، فهذا الإشي اللي بيخليني انا اعرف انه هذا الجواب هو الصح. فزي هيك البروستو، الواحد بيستثني يستثني يستثني لحد ما يوصل للجواب الايش، للجواب الاكيد انه غلط. طيب بس لو بدنا نختار اكثر من جمله غلط، المفروض واحد واثنين وثلاث. اذا فيها خيار زي هيك تمام. بنرجع نأكد على إنه ما في عندي scientific base لاختيار شو لاختيار شكل السن إذا هو taper ovoid square إلى آخره. طيب shape of the central incisor according to ليون ويليام. هسا ليون ويليام هو اللي طلع لنا بفكرة إنه نمسك شكل الوجه ونقلبه وبناء عليه نحدد هل السن square أو taper ovoid. نرجع نأكد إنه ما عندي أي scientific base على هذا الموضوع. فمبدأ ويليام بحكي لي شو، انه تخيل انه الوجه مقسم لثلاث اقسام، حطينا احنا ثلاث خطوط وهمية. الخط الاول هو الخط اللي من السن يعني يوازي التشن، اللي يوازي التشن هو الخط تبع الجنجيفال فير تبع السن، يعني هذا السن مقلوب، احنا بدل ما نقلب الوجه قلبنا السن الان، هاي الجنجيفال فير تبع السن يوازي خط التشن تمام. هسا الخط اللي في النص الماكسيمم ويدث تبع السن يساوي الزيجوماتا، يعني وين ما عندي زيجوماتيك ارتش في الوجه تكون عندي الماكسيمم ويدث تبع السن اللي هو في النص جاي.
الخط الآخر اللي هو الخط الفورهيد هو خط الانسايزر ايدج تبع السن. إذا الفورهيد يوازي الانسايزر ايدج الماكسيمم ويدث الزاجوماتا توازي الماكسيمم ويدث اوف ذا تيث, الشن يوازي الجنجيفال ثيرد تبع السن. اوكي selection of the using the arch shape. طبعا الارتش شيب زي ما حتم ملاحظين شايفين كيف العظم كيف جاي, هون جاي سكوير, هون جاي تيبر, هون جاي اوفويد. Using face profile, هذول كلهم ما لهم في scientific face. Using face profile, يا straight يا concave يا convex. طبعا straight اللي هو زي هيك, فالاسنان لما تنحط بدها تنحط بدها تكون طبعا straight. الاسنان بدها تنحط straight, الشكل الفيس اذا كان كونفكس, كونفكس يعني طالع لبرا مقعر مدبب يعني هيك لبرا, فعندي الابر اللور راجع والابر راجع شوي او انه مش كثير بهمنا, لكن اللور كثير راجع لورا. تمام, فالابر تيث ححطهم انا داخلين لجوا كمان واللور تيث داخلين لجوا. بالنسبه للشكل النهائي اللي هو هون هذا الكونكيف, كيف اللور تيف اللور جو طال مقدم لقدام, فالأبر تيف برضو بروترودد لبرا واللور تيف برضو بروترودد لبرا. فلهيك هذول شكل الوجه بأثر لي على صفة السن وشكله النهائي. الفيميلز برضو إلهم يعني إيش؟ عادي أسأل سؤال؟ تفضلي. مرسي. لو سمحت بالكونفكس بالكونكيف, مش هاي بتكون ريليشن بين المارزلا والمانديبل غلط, ما بعدل عليها لما اصف الاسنان؟ هي مزبوط كلامك, بس احنا ما بنعدل عليها, احنا ما بنحكي عن التعديل عليها, يعني بعمل صفه الاسنان بناء على شكلها. انه انا بدي اصف السن بحيث انه يعني يتماشى مع هذا الشكل. طبعا كيف بدي يتماشى معه؟ فهون شكل الفيس كونفكس اللور راجع, فانا بدي اخلي الابر راجع عشان يعني يعمل كونتاكت, يعمل اوكلوجن مع بعض الابر واللور. هنا في الكونكيف اللور مقدم, فانا الاسنان ما لازم يكونوا برضو ما لازم يكونوا داخلين لجوا, يعني والا حيكون شكل الوجه كثير سيء مش مناسب. داخلين طالعين لبرا شوي على اساس شو يبين في عندي انه اسنان وكذا. تمام, يسلم. ولو ففي الفيميلز بتكون الأسنان more rounded, بينما في الميلز لا, بتكون الأسنان more angular, فيهم كثير زوايا وحادين وكذا ومبينين. فبرضو باختلاف السكس بالأيج, الأولدر أيجز بتكون الأسنان more upgraded. فتخيلوا معي الشكل B هذا لشخص كبير في العمر, بينما A كانت الأسنان تمام والكونتور ما عليهم شيء لأنه السن شخص يعني عمره 30-35 سنة, فلازم تكون أسنانه مناسبة لهذا العمر. اوكي, برضو الواحد لما يكبر في العمر الاسنانه they will turn darker. ليش؟ لانه حيصير يعني اكيد انه يعني تعرضوا لعوامل الزمن, السكندري دنتين تكون كثير, بالتالي انا حتوقع انه هذا السن يكون more darker in color. personality, ناس الفيجرس هيك فلازم نحط لهم اسنان more squarish, بينما الناس الهيك delicate people يعني هيك انهزاميين كذا, هذول لازم نحط لهم سنان سمولر تتناسب مع شخصيتهم شوي. يعني الموضوع له علاقة بالفلسفة أكثر. فهنا الدكتورة بس بتنبه على أنه الواحد يعني إذا كانت حط أسنان غلط وجربهم في مرحلة التراي إن ما يكمل عليهم, بل بيقدر أنه يعيدهم, فما يعني يكمل على شيء غلط. We have to consider all the factors, يعني الفيس سايز, الارش سايز, الايج, السكس, الجندر, لاخره كله هذا عشان نقدر نقرر شو طبيعه الاسنان اللي نحطهم. اوكي, الشيء تبع التيف يعني الكلر تبعنا برضه لازم نعتمد على نفس العوامل اللي هو البيبل اليونج ان ايج, اكيد حتكون اسنانهم لايتر ان كلر. ليش؟ لانه ما عندي هسه سكندري دنتير, ما تعرضوا على لعوامل الزمن, بينما الاولد بيبل تكون عندي سكندري دنتين. ولا ناس اللي ناسي سكندري دنتين هو بتكون جوا على حساب البلب, شايفين البلب, هاي البلب, هاي الدنتين الطبيعي. سكندري دنتين هذا بتكون مع العمر شوي 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 شوي, بفوت جوا على حساب البلب, فالبلب في الناس هذول بصير كثير نرو.
بينما في الـ في الـ في الصغار في العمر لا بيكون البلب وايد، فهذا كله بيأثر على اللون النهائي. فاللون تبع الأولد بيبل بيكون داركر إن كلر، بينما في الصغار لا بيكون لايتر. السموكر هاف ديسكالر تيث، فيعني زي بين كيف الدخان بيأثر. The color of the teeth chosen should be in harmony with the completion of the patient. فهي نقطة مهمة، إنه إحنا مثلاً الناس اللي عندهم يعني dark skin people لازم ما إنه نحط لهم أسنان كثير بيضة، ولا حيبين الموضوع كثير يعني مبين كثير فيك، فلازم نكون شويها يعني حاطين إشي بيناسب ال patient. The color of the face should be in harmony. Is the more important because the teeth fall into the framework of the face. إحنا لازم نكون شوي شوي مراعين هاي النقاط. Okay. Factors affecting sitting of the upper teeth. هس إحنا عرفنا size تبع الأسنان والcolor تبعهم والform تبعهم، ظل بس إني نحطهم بالشكل الصح. هس لازم نحطهم بناء على يعني بناء على قاعدة معينة. هاي القاعدة بتحكي لي إنه لازم setting يكون opposite to the resorption. setting of the teeth لازم يكون opposite to the resorption، لأنه أنا بدي أعوض أسنان مفقودة وبدي أعوض كمان معهم عظم مفقود مش بس أسنان. فأنا يعني حطت السن setting تبع السن لازم يكون محطوط بشكل سليم بحيث إنه يعني يعوض لي هذا الفقد النقص اللي صار عندي من العظم ومن الأسنان. طيب شو يعني هذا الحكي من الآخر؟ يعني إنه أنا في عندي upper arch و lower arch. الـ upper arch صار عليه resorption باتجاه، والـ lower arch صار عليه resorption باتجاه. لازم أنا أحط الأسنان بشكل عكس الـ resorption اللي صار. فالـ upper anterior maxilla صار عليه resorption upward و backward. خلينا نرسمكم إياها أحسن عشان تحسوا. هون الـ upper arch. لما صار على resorption صار resorption upward إيش وbackward. وهون بفسر لي upward إنها from downward to upward. يعني شو؟ يعني هيك ال resorption قاعد بيصير لفوق، فبدل فكانت هون صارت مع الزمن شو هون رجعت لورا. okay. هسا كمان إنه قاعد بيصير على resorption backward، في الريزوربشن هيك عم بيصير كمان لورا. شو يعني باكورد؟ يعني from buccal to lingual، فمن البكل لللينجوال. فهذه هي ريزوربشن نهائية، يعني قاعد برجع لورا كامل لورا 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 لحد ما صارت كثير ريزوربد اللثه. تمام. فهيك انا صفيت، انا في عندي ريزوربشن للابارتي. هسا لما احط الاسنان لازم احطهم بطريقه تتناسب مع الريزوربشن، فححطهم لبرا عكس الريزوربشن ولتحت، فححطهم لبرا هيك بحيث انه نسكر على الريزوربشن نعوض الريزوربشن اللي صار. طيب بالنسبه للور، لور الريزوربشن عم بصير داونورد اند لينجوالي. شو يعني داونورد اند لينجوالي؟ نرجع نرسمها. هاي اللور downward and lingually، downward لتحت and lingually. ايوه يعني عم بيعمل resorption من جوا لبرا. هي لحظه هون بحكي لي from lingual to buccal، يعني من جوا lingually لبرا. فاذا لما تصير عليها resorption هاي البليت، لما تصير عليها resorption وين حتفوت؟ حتصير زي هيك 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 هيك، يعني زي كانه شوي، يعني زي كأنه شو؟ يعني زي كأنه اللور أرتش قاعد بنزل لتحت، بنزل لتحت وداخل بدخل بطلع لبرا، بنزل لتحت وبطلع لبرا، بنزل لتحت وبطلع لبرا. فزي كأنه بيكبر، getting bigger المانديبل. وهذا الإشي بيخليه أرتش become إيش larger.
زي كأنه لأنه لما يعمل ريزولوشن من جوا لبرا، زي كأنه قاعد بيطلع لبرا لبرا لبرا. تمام، وهذا ممكن توضح لكم الصورة هاي أكثر الموضوع، بأنه إحنا هون اللور أرش طبيعي، بعد ما يصير عليه ريزولوشن ممكن يصير لهون لبرا، لأنه قاعد يصير عليه من جوا لبرا من جوا لبرا، زي كأنه بيمشي من جوا لبرا، فصار أكبر من اللازم، فصار وضعه أكبر. بالتالي أنا لما أعمل سيتنج حطها شو أبورد عكسهم، هعمل سيتنج شو هعمل له أبورد and شو and بوكالي and لينجوال لينجوالي لينجوال. أيوة خلينا مركزين، هعملهم أبورد and شو and لينجوال عشان نعوض النقص اللي صار. طيب maxillary anterior placed forward and inferiorly. فاحنا بنعكس بس الاتجاهات عشان نعرف setting كيف نعمله. طيب هذا العامل الاول اللي هو regarding the alveolar ridge resorption and العامل الثاني اللي هو الاستيتيك. الاستيتيك حكينا عنها انه الميدلاين وين نحطه، يعني من الميدلاين بنبلش نصف الاسنان، lip support by the teeth حكينا عنها، incisal show اللي هو تقريبا 2 ملم برضه حكينا عنه. فالانسايزل شو بنحدده بناء على عمر البيشنت، فيش داعي نعيد كل التفاصيل اللي حكينا عنها. برضه ما ننسى ان اللينث اوف الابر ليب برضه افكت ذا اماونت اوف شو، بناء عليها بحدد كميه الانسايزل شو لازم تبين. اوكي الفونيتكس، هسه هذا الموضوع اللي انا حكيت انه هذا الفونيتكس اللي هو هل البيشنت حيعمل نطق الاحرف صح بعد السيتنج تبع الاسنان ولا لا. لازم نختبر هذا الشيء في العياده، بنختبره بحرفين اللي هم الاف والفي. هسه الاف والفي باختصار عشان نطلع من كل هاي العجقه، اي شيء قصير في، يعني انا حطيت الاسنان كانوا قصار او حسيتهم قصار وشيكت بالحرف وطلع في، طلع معي اف، اذا الاسنان قصيره. طيب نيجي نفسر الموضوع اكثر. تمام، هسه لما انا احط الاسنان يكون الاسنان اقصر من اللازم، يكون الاسنان اقصر من اللازم، البيشنت لما نحكي له يحكي اف حيحكي اف عادي، لكن لما نحكي له يحكي في في حيحكي اف. تمام، فدائما القصير مع الاف، احنا نثبت هذه الكلمه في بالنا، القصير اف عشان ما نضلش نخربطها لقدام. بالمقابل اذا كانت الاسنان طوال زيادة عن اللزوم، حكينا للبيشنت يحكي في حيحكي في، لكن لما نحكي له يحكي اف حيحكي في برضه. فإذا الأسنان إذا كانوا too long حنحكي في، إذا كانت الأسنان قصيرة حتطلع معي الأحرف كلها شو اف. طيب نيجي نفسر هذا الموضوع شوي. هسا الاف والفي لما يطلعوا، لما يصير في عندي نطق لهم، الفي بتطلع بالعاده من مكان بوستيريرلي اكثر، الفي بتطلع بالعاده من مكان بوستيريرلي اكثر، اللي هي اذا مثلا بتقدروا الواحد هيك يكون يعني يشوف الليب تبعته، كل اللور ليبس تبعونا في عندي جزء منهم ناشف، هذا اللي بيكون جاي زي الاورال زي السكن ناشف، وجزء هيك ميكوزا بلمع. تمام، هسا الاسنان لما تخبط في الجزء اللي ميكوزا هذا اللي بلمع، الترانزيشنال ايبيثيليوم بسميه، اللي ما بين الليب والاورال ميكوزا، اذا كانت الاسنان جايه عليه حيطلع معي الحرف في، بس اذا كانت الاسنان جايه على الناشف حيطلع معي الحرف اف، فالاف بيطلع من قدام بس الفي بيطلع من ورا. تمام، فاذا كانت الاسنان كثير طوال زياده، انا عم بفسر لكم هيك للفهم زياده، إذا كانت الأسنان طوال زيادة حتفوت لجوة أكثر وتكون لامسة الجزء هذا أكثر، بالتالي تطلع معي كل الأحرف شو في. بس إذا كانوا قصار ويدوب ها ندفع، عشان أنا أقدر أنطق لازم أرفع اللور لب، أرفعها أنا بنفسي أخليها تطلع على الأسنان هذول يطلع معي الحرف. فلما أرفعها أنا وخليها تخبط من الأسنان، انا عم بوصل الجزء الناشف على الاسنان، اذا الجزء الناشف لما يحكي شو حيطلع معي الحرف اف، فلهيك القصير اف
والطويل V. أوكي هذا الشيء اللي حنحكي هون كله، ما في أي شيء جديد. When teeth are too long كل شيء حيبين V، لما يكونوا كثير short كل شيء حيبين F. أوكي هسا ال horizontal orientation of anterior teeth anterior posterior position of anterior teeth. فهدول العوامل اللي قدام حنحكيهم هو أي شيء بأثر على وضع الأسنان من الأمام أو من الخلف، بروتروجن ريتروجن. هذا مهم لإلي عشان إحنا نقدر نصف الأسنان بناء على good horizontal or overjet في الأبر واللور. بدون كثرة حكي خلينا نبلش فيه. Lips should be supported by the teeth. هذا الإشي اتفقنا عليه إنه إحنا upper lip supported by the upper teeth واللور lip supported by the lower teeth and incise the third of the upper teeth. هاي اتفقنا عليها هاي الشيء. Maxillomandibular relationship. Maxillomandibular relationship اللي هي علاقة الأسنان ببعضهم، يعني class 1 class 2 class 3. مش عارف إذا خدتوهم ولا لا، بس class 1 لما تكون الأوكلوجن تمام، class 2 لما يكون اللور راجع لورا، كلاس 3 لما يكون اللور قدم لقدام. تمام؟ فهدول بيأثروا لي على وضعية الأسنان. حكينا إنه لما تكون الأسنان راجع لورا، لما يكون اللور لور تيث لور جو راجع لورا، هي كلاس 2. لما أصف الأسنان حصفهم كيف؟ الأبر يعني شايفين المسافة هاي كلها ما بدي إياها، ما لازم تكون موجودة. يعني هو البيشنت مش جاي عندي عشان أنا أرجع له مشكلة أسنان قديمة، لا، بدي أحلل إياها قدر الإمكان. فإذا بخلي الأبر تيث داخل لجوه شوي واللور تيث مطابقة عليها. فأنا شو عملت لما كان عند البيشنت كلاس 2؟ رجعت الأبر تيث مالهم، عملت لهم ريتروجين، رجعتهم لورا. تمام؟ عشان بس هيك أني أضبط الوضع مؤقتا للمريض اللي كلاس 2. كلاس 3 اللور مقدم لقدام، يعني هذه هي الصورة. فأنا شو بعمل؟ بخلي الأبر زي ما وضعه ستريت، لا بخليه بروترودد لبرا شوي عشان يقدر يطبق مع الايش، مع اللور انتيرير تيث، ويطلع معي شكل مقبول نوعا ما. تمام؟ فلهيك انا مهم انه يكون عندي الريليشن ما بين الـ يعني الكلاس كلاسات الماكسيلومانديبولار ريليشن شيب مهم في صفه الاسنان. فولو ليبل بليت اوف الفيولار بروسيس، هاي حكينا عنها، انا لازم تكون الاسنان follow the ما حكيناش عنها. هاي قصدي هسه labial plate of the alveolar process اللي هي هاي بتكون بس في الابر تيف. فانا لازم السن نفسه يكون ماشي معاها، ما لازم يكون طالع لبرا داخل جوا بزياده. هذا في الوضع الطبيعي في وضع كلاس، ولكن في الكلاسات 2 3 لا، بصير في يعني حالات خاصه. بس المهم انها تكون ماشي هاي اللي هاي اللي نقول هاي labial plate تكون ماشي مع هالسن. اوكي تمام. upper central incisor are 8 to 10 millimeter in front of the middle of the incisor papilla. هاي incisor papilla، هاي تقريبا incisor papilla. لازم تكون مسافة منها إلى الـ upper anterior teeth من 8 إلى 10. طب ليش حددوها من 8 إلى 10؟ يعني ليش أعطونا رينج من 8 إلى 10؟ لأنه بدي اختلف، هل أنا عم بقيس من النك تبع السن من بداية السن ولا من التب تبعته؟ فإذا بدنا نقيس من الإنسس بابيلا للنك تبع السن، هاي 8 مليمتر لازم تكون. من الإنسس بابيلا للإنسايد الإج هاي 10 مليمتر، إذا هي 10 to 8 مليمتر حسب من وين عم بنقيس. Transverse imaginary line causing the tip of upper canine should cross near the middle. فلما أنا نوصل الخط ما بين two canines، هذول الخط هذا الخط الانتر canine line لازم يكون يوصل في الميدل اوف ذا incisor papilla عشان تكون يعني مقبول الصف تبعته. فاحنا يعني شايفين كل هذول العوامل لازم الواحد يكون مراعيهم خلال عملية صف الأسنان. خلصنا من الهوريزونتال، اي شيء بأثر. ممكن تعيد النقطة الثانية؟ النقطة الثانية اللي هي هاي بلس 1 2 ماكسيلومانديبولار ريليشن شيب. هسا الماكسيلومانديبولار ريليشن شيب وضع يعني كيف احنا لازم نحط الأسنان بوضع يتماشى مع
الريليشن تبعت الابر واللور، الابر جو واللور جو. هسه كلاس 1 لما تكون الوضعيه تمام والابر بالنسبه لللور امور تمام ما في مشاكل، فبنحط الاسنان برضه بوضعيه يعني ما في ما بعدل عليها. لكن الان اذا كان عندي البيشنت كلاس 2 يعني اللور راجع لورا، اللور راجع لورا، العظم تبعه نفسه اللور راجع، فانا شو بعمل؟ بخلي الابر تيث، الابر انتيرير تيث ريترودد لجوا عشان اتخلص من هاي الاوفر جيت الزياده، لانه هاي تعمل لي يعني مشكله بالنسبه للمريض. فبخلي الابر تيث داخلين لجوا بزياده. هسه في الكلاس 3 اللور جو مقدم لقدام كثير، فانا شو بعمل؟ بحاول اني اخلي الابر تيث طالعين لبرا بزياده، بروترودد بزياده لبرا. هسه لما بيكون بروترودد بزياده لبرا حيعملوا كونتاكت مع اللور انتيرير تيث وتخلص تكون الامور يعني مقبوله. هو نفس الشيء لما يرجع لورا حيعملوا كونتاكت مع اللور تيث ويصير عندي الامور مقبوله. تمام؟ تمام، يعني التعديل بيصير على الابر. التعديل بيصير على الابر، نعم. تمام. دكتور دائما على الابر؟ هسه احنا دائما على الابر، بس يمكن سؤالك هل ممكن لور ولا لا؟ هسه احنا دائما على الابر لانه الابر هو اللي في الواجهه، لكن اللور دائما بتبعه، يعني ممكن شوي نلجا لانه نخلي اللور انتيرير يكون بروترودد لبرا على اساس يعني اي خلص يكونوا ماسكين مع بعض. ممكن نلجا نخلي اللور انتيرير تيت ريترودد لجوا على اساس يعمل اطباق سليم مع الابر انتيرير تيت. فاللور فولو ذا ابر والاساس هم الابر. تمام تمام دكتور يسلم. الvertical orientation of anterior teeth. فاحنا خلصنا الهوريزنتال، هسه بنروح على للvertical، الشيء اللي بيأثر لي على طول الأسنان. زي ما حكينا هسه أنا إذا كانت الأسنان، إذا كان الأبر lip flaccid، شو يعني flaccid؟ يعني حكينا إنها براخية أو إنها طويلة أو إنها thick أو أو أو، كل هاي الأمور لازم نراعيها على أساس نعرف قديش يبين عندي أسنان وقديش يكون طول السن، هل يكون كثير طويل ولا ما يكون كثير طويل. السمايل لاين حكينا عنه انه لازم البيشنت لما يضحك تكون مبين عندي اسنان مش تبين عندي لثه. ف during normal smile line الانسايزر اند ميدل اوف ذا ثيرد اوف ذا بيشنتس اوف ذا تيث لازم تكون فيزبل. السيرفايكال ثيرد ممكن نشوفه عند 50% من الناس. فاحنا للاحتياط شو بنعمل؟ بنخلي البيشنت يضحك وبنحدد السمايل لاين. هسه السمايل لاين بنخليه يحدد لي ثلثين طول السن، بحيث اني اخلي الثلث الاخير السيرفايكال ثيرد مغطى بالايش؟ بالشفه. لو المريض اجى على باله يضحك وضحك ضحكه عريضه 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 خلص يبين السيرفايكال ثيرد. تمام؟ ما اخلي يعني طول السن يدوب على السمايل لاين، لا اخلي ثلث طول من السن يكون مغطى باللب. اوكي. مانديبولار انسايزر ثيرد ار فيزبل ان موست اوف ذا بيشنتس. اللور انسايزر ثيرد كثير يعني نطلع عليهم لأنهم دائما مبينين. Old people especially men show more in the lower teeth and loss of upper and less of upper. Young show the upper more than the lower. ليش؟ لأنه عندي flaccid lips، عندي flaccid upper lips، فلهيك أنا يعني ال young people مغطين كل ال upper teeth تبعونهم لكن مبينين ال lower teeth على عكس ال young people. The incisor edges of the lower canine and cusp tip of the lower first premolar are even with the lower lip at the corner of the mouth when the mouth is slightly open. فلهيك يعني احنا بدنا نركز منيح انه لما الماوث يكون slightly open اللي بيبين عندي شو the incisor edges تبعون the lower canine and the cusp tips of the lower first premolar. يعني احنا يدوب مبين عندي الكسب تبعون اللور فيرست بريمولر والانسايز الاجز تبعون الكناين. فلهيك يعني ما بيبين عندي اكثر من هيك. تمام اوكي. شوف سؤال رقم 4 والله الصفحات تحملونا في معلش.
السؤال. طيب هاي السؤال. هاي السؤال رقم 4. عندي two sentences. نشوف ايش اللي غلط. اي واحد فيهم غلط. ايش؟ الجملة الثانية هي اللي غلط صح؟ هي الثانية غلط لأن الأولى أكيد صح. أيوة طيب. طب وين الغلط فيها؟ إنه للسكند بريمولر هو المفروض للفيرست بريمولر. يومي يومي. يمكن الواحد في خلال القراءة يعني ما ينتبه للنقطة هاي. يفكرهم خلاص بريمولر بريمولر بس إنه إحنا يعني دقيقين شوي. فلهيك على نهاية اللاين الكورنر بتكون عند الفيرست بريمولر وليس السكند. السكند كثير بعيد. هاي الجملة اللي أجعلها السؤال. دكتور أنا ما فهمت معنى الجملة صراحة. إيش؟ هلا الجملة رقم 5 ما فهمت إيش معناها يعني. جملة رقم 5؟ يس. قصدك هون The incisor edges of the lower canine and cusp tips of the lower first premolar are even with the lower lip at the corner of the mouth. يعني لازم تكون اللور كناين تب الكسب تبعت اللور كناين والكسب تبعون اللور فيرست بريمولر لازم يكونوا على سوات اللور ليب. فاللور ليب نحكي انه هاد يعني انديكيشن لها لازم يكونوا على نفس المستوى ما لازم تكون اعلى ولا لازم تكون اقل. هذا كورنر في المعرفة. اها يسلم. اوكي ولا اوكي. So the inclination of anterior teeth. الانكلينيشن احنا حكينا هو كيف السن لازم ينحط inside the patient mouth. طبعا هو الكلام برضو بعيد بعضه الانكلينيشن of the labial plate of the bone يعني provide a guide for inclination of anterior teeth. فالplate لازم تكون parallel مع الteeth. Profile form of the patient's face often is representative of the natural anterior teeth inclination within the oral cavity. The profile form اللي هو كيف ال patient convex concave straight هذا كله حكيناه يعني ما في إشي جديد. بالتالي يعني أنا هلخص لكم اللي حكيته فوق عن موضوع ال classification. فهنا دكتورة بس بترجع بتعيد إنه في حال أنا كان في عندي يعني inclination معين للبوني ridges للسبورت تبع البون فأنا ممكن إني أغير البوزيشن accordingly يعني مش بس لحد معين بحيث إني أنا بس إيش أكون ملتزم بالكيف البون تبع هذا البيشنت جاي. في حالات كلاس 1 كلاس 2 قصدي الأبر بون هو طالع لبرا كثير لأنه عندي كلاس 2 عندي الأبر مقدم واللور راجع فإحنا بنعدل على أسناننا بناء على الوضع البيشنت. الكلاس 3 we don't put lower teeth too far link ولا يعني هذا اللي كنت أحكي إنه إحنا كالحالات كلاس 3 الأسنان بنحاول ندخلهم لجوا بحيث إنه هاي الكلاس 3 عشان بس يكون شرحي صح. هاي الكلاس 3 تحكي لي الدكتور إنه أنا لازم إني يعني الأسنان أحطهم بوضعية تناسب مع الكلاس 3 لكن نفس الوقت ما تحط الأسنان اللور تيث ما تحطهم كثير جوا لينجولي ما تحطهم كثير لينجولي عشان بس والله تتماشى مع شكل الفك وتخليه مناسب للبيشنت. لا خلي الأبر طالع شوي واللور داخل اللور داخل شوي ريترود لجوا شوي عساس إنه يطبقوا على بعض ويطلع معي شكل منظر مقبول بالنهاية. ما تحطوا كثير لجوا اللور ما تحطوا كثير لجوا تمام. فإحنا عشان نلخص لكم كل اللي بدنا اياه من موضوع الكلاسيفيكيشن في حالات كلاس 2 وي تراي تو بوت ابر ريترودد. في حالات كلاس 2 اللي هي لما تكون الابر مقدم واللور راجع تخيلوا معي الابر مقدم واللور راجع بدي اخلي الابر تيث ريترودد راجع يعني عكس الموجود عكس وضع البيشنت عشان نخلي المنظر مقبول زي كاني يعني زي كاني تخيلوني اني عم بعمل
compensation، عم بعمل هيك يعني بعالج المريض بشكل غير مباشر، اني خليت الاسنان نفسها ترجع ان كلاس 2، the upper teeth retruded راجع لورا واللور تيث بروترودد مقدمه لقدام، قدمتهم لقدام عشان نحاول انه نعالج مشكله كلاس 2 عند هذا المريض. ان كلاس 3 وي تراي تو بوت ذا ابر، ان كلاس 3 لما تكون اللور مقدم واللور والابر راجع، انا بدي اخلي الابر مقدم ابر بروترودد تيث واللور تيث ريترودد راجع لورا على اساس انه نعمل كومبنسيشن، نعمل موازنه لوضع الفك. إذا بدكوا أعيد آخر فكرة هاي بعيدها عادي. دكتور؟ آه. دكتور يعني إحنا بنعدل على الأبر واللور مش بس الأبر. بنعدل على الأبر واللور آه. بس مين للأبر يعني؟ الأبر تيف. أنا بحكي عن التيف. هون الأرش هو الثابت. بون. تمام؟ تمام تمام دكتور. بدكم أعيد آخر فكرة بعيدها؟ طيب هاي الصورة بتوضح لي كيف إنه قبل ما البيشنت يخلع هذا السن كيف كان وضع العظم، أوكي؟ هذا حالته طبيعية، مش كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا حالته طبيعية. لما رجعنا نحط السن حطيناه بنفس المكان اللي كان فيه، اللي إحنا بنتوقع إنه كان فيه، حطنا upward and buckle. أوكي عشان بس نوازن الresorption اللي صار. harmony with the general with the composition of the anterior teeth. أوكي. harmony with the size and show and patient age حكينا عنها. harmony with smile line of the lower lip. harmony أوكي. هسه في عندي شيء اسمه السمايل لاين. السمايل لاين هذا شيء خاص بالاسنان. في عندي ناتشرال سمايل لاين وفي عندي لور ليب سمايل لاين. هسه الناتشرال سمايل لاين اللي هو تبع الاسنان، يعني الاسنان لما نرسم خط ما بين الكناين للكناين وهذا الخط بمر بالانسايزرز حيطلع معي كيرف، هذا السمايل لاين تمام تبع الاسنان الاستيك سمايل لاين. مشان نسميه أو يكون منطقي هذا السمايل لاين، مشان نوصل لإله لازم يكون متوازي مع السمايل لاين تبع اللب، مع الكيرفتشر تبع اللب. أوكي فاللب بنسميه كيرفتشر، كيرفتشر أوف ذا لور لب لازم يكون متوازي مع السمايل لاين عشان يطلع معي بشكل مقبول. في ناس عندهم ريفرس سمايل لاين، يعني في كيرف لكنه معكوس، بالتالي هذا الإشي مش استيتيك، احنا لازم نرجعه للوضع الطبيعي. هذا الريفرس سمايل لاين فهذا الشيء ما بدي اياه، يعني كثير نوت استاتيك الموضوع. اوكي طيب نهايه السمايل لاين هذا اللي هو وجود الكناينز، فالفيرتيكال بوزيشن اوف ذا ابر كناينز ار ريسبونسبل فور ذا شيب اوف ذا سمايل لاين. فاللي بيحدد لي بدايه السمايل لاين ونهايه السمايل لاين هم الكورنرز، والكورنرز متكونين من شو؟ من الكناينز حكينا. فالفيرتيكال ريبوزيشن اوف ذا كناينز هم المسؤولين عن تحديد الشيب تبع السمايل لاين، لانه السمايل لاين نقطتين ونوصل ما بينهم، فالكناينز هم الفيرتيكال بوزيشن تبعهم هو اللي بيحدد لي شكل السمايل لاين. اوكي هذه مهمه. طيب انا كيف ممكن ياثر شكل الريزيدوال ريدج على صفة الأسنان، شكل صفة الأسنان؟ الناس اللي عندهم سكوير أرتش فورم لما صف الأسنان حيطلع معاي المسافة ما بين الكناين اللي هي هاي، خليني بس أرسمها. إذا بدرسم خط ما بين السنترال والكناين تقريبا المسافة ما بين هذا الخط والكناين تكاد تكون تساوي المسافة ما بينه وما بين السنترال. يمكن تشوفوها فيها شوية مسافة لكن في يعني كمقارنة بالباقي لا، يعني المسافة تكاد تكون قليلة جدا تمام. فلهيك السنترالز ار اون لاين وذ ذا كناينز، إذا بدنا نحكي عن السكوير ارتش فور تمام. فلهيك احنا يعني بصير في عندي شوية روتيشن على الأسنان لما نيجي نصفهم جنب بعض.
لكن لما نروح ل ل ل الارت فورم اللي هو تيبر زي هيك، هاي تيبر ارت فورم تمام، عامل لي زي شكل السبعة الثمانية مقلوبة. بنلاحظ انه اذا بنرسم خط، هذا الخط كثير بعيد عن الكناين، كثير في مسافة ما بينه وما بين الكناين مقارنة بالمسافة ما بينه وما بين السنترال. فإذا في عندي مسافة محترمة ما بين السنترالز والكناينز، فلهيك هو have a greater distance from the centrals عن الكناينز. وهذا الاشي بيؤدي لأني أعمل rotations ولابنج على الأسنان لما أجي أصفهم. يعني تخيلوا أنا بدي أحشر كل الأسنان في منطقة محشورة في على تيبر أرتفور، فلازم ألف هذا شوي وهذا شوي وهذا شوي على أساس نقدر نحشرهم في هالمساحة الضيقة. فلهيك بتعرضوا لروتيشنز عاليين بالتيف في هذا الوضع. الأوفويد أرتش فورم، الأوفويد أرتش فورم يعني هذا الإشي المقبول اللي معظم الناس عليه واللي مقبول. بصير في عندي مسافة، يعني بنرسم خط في عندي مسافة ما بين السنترال والكناين تمام، وهي المسافة عادية مقبولة. أسنان تتعرض لشوية روتيشن، لسلدم the teeth are seldom rotated، فعادي يعني الأمور طيبة عندهم ما فيهم مشاكل. And show greater amount of labial surface، فهذا الإشي بالعكس مقبول أكثر لأنه إحنا بنشوف نخلي البيشنت يبين عندي labial surface أكثر، وبالتالي هذا الإشي بيعطيني جمالية أكثر. طيب هسا خلصنا من anterior teeth وحددناهم، والإشي بدنا نتذكره عنهم إنه تحديد شكلهم كان ما إله أي أساس علمي، ما في أي عندي أي scientific baseline. طيب نروح للبوستيرير تيث. البوستيرير تيث ما بيهمني فيهم الاستيتيك، بيهمني فيهم شو الفانكشنال ريكويرمنتس، هل انا بحقق الفانكشنال ريكويرمنتس ولا لا. هسا لهم ثلاث انواع الانتير البوستيرير تيث، يا كسب التيث يا كسب الستيث يا هايبريد تيث. طبعا كسب التيث اللي فيهم كسبات زيهم زي اللعب، الكسب لس ما عندهم كسبس، تيجي كل السطح فلات، كله فلات فلات ما في عندي كسبس. هايبريد فيهم كسبس وفيهم أسطح فلات، فيعني فيهم من أماكن معينة ما فيهم كسبس وأماكن معينة فيهم كسبس حسب يعني indications معينة. هذولا تقسيمة، التقسيم الأخرى اللي هو anatomic زي أسناننا، non anatomic بيختلفوا zero degree والكسبلس teeth. كسبلس حكينا عنهم، zero degree فيهم كسبس لكن الكسبس هذول ال degree تبعهم zero، يعني في كسبس فيها degree zero بتكون مقلوبة، يعني كسب استجوة داخله. المهم مش كثير مطلوب يدخلوا بتفاصيلهم، يعني حتى أنا صراحة مستغرب إنه هاي الدكتورة شوي يعني اختصرت كثير معلومات، وإحنا بالعكس فتنا في معلومات ضفناها كثير على الشيء على أساس يطلع يعني في شيء يعني تأخذ معلومات زيادة. فهدول بالنسبة لأنواع الأسنان. هسا كيف نحددهم بناء على شو؟ عندي فاكتورز، ثلاثة فاكتورز معينين بدنا نحافظ عليهم، بدنا يعني نفهمهم هسه بطريقة سريعة. الكلوزال فاكتورز والستابيليتي فاكتورز والاستيتيك فاكتورز. هسه عشان اختصر لكم كل الموضوع انا اختصر لكم اياهم هذول الصندوقين. عندي الكلوزال في الكلوزال فاكتورز انا بدي اطلع هل البيشنت من النوعية اللي بيعملوا روتيشنال موفمنت وهو بتبوكل، يعني خلينا نمشي حب حب. هسه في انواع من الناس عند الاكل، لما تاكل الاكل، في ناس لما تاكل الاكل تاكله بس open close ما بتحركه يمين شمال، بس بتاكله open close تمام. فهذول الاسنان هذول بسميهم اللي باكلوا عن طريق vertical motion movements بس. في ناس لا باكلوا بكل الاتجاهات، بيعملوا rotational movement عند الاكل، وهذول بيعملوا rumination، يعني هذه العمليه بنسميها rumination. والإشي اللي بيدلني على إنهم كانوا زي هيك إنه في حال البيشنت كان عنده طقم قديم، أنا بلاحظ إنه في عنده وير على الأبر بكل كسبس، لاحظ إنه عنده وير على الأبر بكل كسبس تمام. طيب هس هدول الناس يعني بهمني إنهم يعني يأخذوا اللي عندهم روتيشنال موفمنتس، بهمني يكون في عندهم كسبس. ليش؟ لأنه حيأكل فوق وتحت ويمين وشمال، فلازم يصير في عنده أسطح قاطعة من كل الجهات، يعني up and down and right to left، فإذا لازم يكون عنده كسب teeth تمام. إذا كان من النوع vertical movements
بنحط له كسبلس تيث لأنه ما في داعي للكسبس. الكسبس كانت وظيفتها في الكسبلس إنها شو تعمل يعني ستوب للحركة يمين وشمال وتعمل جرايندينج للفوت. فالكسب على الكسب حتيجي من هون هون من الكسب اللي فوق على الكسب اللي تحت وتعمل كاتينج للفوت. فهذا الإشي اللي بيهمني في الناس اللي عندهم روتيشنال موفمنت. إذا ما في الفيرتيكال موفمنت ما كان بيهمني هذا الإشي، فإذا فأنا عادي بقدر أكتفي بالفلات تيث تعمل لي up and down open and close كسب ستيف. هذا بالنسبة للأوكلوزال فاكتورز. الستابيليتي فاكتورز بتطلع على شيء، بتطلع على شيء آخر، بتطلع على الريدج. هل الريدج عنده ريزورت؟ فإذا كانت الريدج ريزورت، يعني تخيلوا معي أنا هاي العظم أوكي. وهذا طقم، طقم جاي على عظم يعني well developed أموره تمام تمام. هل الطقم هذا حيكون good support ولا less support؟ حيكون good support. فإذا هل هدول الأسنان لما يجوا بدهم يأكلوا، طبعا معروف عن الكسبس إنهم لما نيجي نأكل هاي الكسب من الأبر، هاي الكسب من اللور، أوكي، عم بيعملوا لي لوكينج مع بعض، عم بيعملوا لوكينج مع بعض. الكسب عم بتفوت في الفصة والكسب من فوق عم بتفوت في الفصة تحت. فإذا عم بيعملوا لوكينج مع بعض، ولما بتحركوا يمين وشمال حيصير في tipping movement، يعني زي كأنه عم بيشيلوا الطقم من محله، هم عم بتحركوا في حال يعني وهم والواحد قاعد بأكل. ففي حال كان الطقم well supported والريدج ما كانت resorbed كثير تمام، فأنا بحط له إذا كانت well supported بحط له كسب التيث لأنه بيقدر يتحمل عادي مش مشكلة. يعني لو صار في عندي tipping الدنشر well supported وما حيصير عندي هاي التيبينج بشكل كبير. لكن على الصعيد الآخر، لو لما تكون الريدج فلات يدوب هاي الريدج فلات والدنشر عليها يدوب ماسك حاله تمام، ونيجي نحط له كسب التيب مباشرة أول حركة من عنده يجي يأكل طقم، يحرك هيك حرك يمين حرك شمال، الطقم حيطلع معاه إيش لبرا أوكي. فلهيك أنا بحط لهم شو هدول الناس، بحط لهم كسبلس تيث اللي عندهم ريزورب إيش ريزورب ريج، بحط لهم كسبلس تيث أو فلات تيث. طيب طيب بالنسبة للويدث تبع الأسنان هدول، إحنا عرفنا لك شو نحط كسبلس أو كسبد بناء على الأوكلوزال فاكتور والستابيليتي فاكتور. طب الويدث تبعهم احكي لي، إذا في لما يكون عندك تانج سبيس كبيرة لازم تراعي وجود تونغ سبيس كبيره، ولازم ما تحط الاسنان بحيث انهم يكونوا عراض كثير. خلينا نشرح لكم هون احسن. هاي مثلا هاي الويدث تبع الانتيرير تي البوستيرير تي، لازم ما تكون الويدث هذا الويدث لازم ما يكون كثير عريض بحيث انه نفوت على الايش على التونغ سبيس. هاي التونغ سبيس اذا كانت الويدث عريضه وفتنا على التونغ سبيس، البيشنت اول ما يحرك لسانه حيخبط في السن، لما يخبط بالسن حيطلع الطقم من محله تمام. العامل الاخر اللي هو انه وجود اسنان على الريترومولر باد اريا. هسه الريترومولر باد اريا اللي هي هاي الريترومولر باد اريا، فانا لما يكون في عندي مثلا فيرست مولر سكند مولر جاي على الريترومولر باد اريا، تخيلوا معي انه هذه هي وهذا السكند مولر جاي هون، لما البيشنت يعمل اكل يعمل اوكلوجن يصير في عندي اطباق على السكند مولر وهو جاي على سطح inclined سطح مائل زي هيك. فالحركة هاي حتترجم إلى قوة على السن، والقوة هاي حتعمل انزلاق للدنشر، حيصير ديسلوج وهذا الإشي حيخليه المقدم يعني يطلع لبرا، حيصير في عندي بروتروزيف موفمنت غير محبذة تمام. فهذول كلهم عوامل يعني بتأثر لي على وضع الأسنان والبوستيريور تيث، ولازم نكون مراعينها. طيب عدد الأسنان اللي لازم نحطهم إذا ما كان في عندي مسافة كويسة، كان مثلا المسافة اللي عندي اللور جو كثير صغير، فأنا ممكن أتخلى عن واحدة من البريمولرز أو واحدة من المولرز. فإذا ممكن إني تدروب أو واحدة من المولرز أو واحدة من البريمولرز عشان أكتفي بالوضع العدد اللي أنا عندي. The occlusal table on this lower denture. طيب حكينا عنه.
إذا كان في عندي الوث زيادة حنأثر أول شيء على التنج سبيس، ثاني إشي إنه حيصير في عندي لينجوال أندر كات، لينجوال أندر كاتس، هذا الإشي برضو حيعمل لي يعني ستابيلايز الدنشر. لما يكون في عندي وث زيادة حيعمل لي لينجوال أندر كات، والأندر كات إحنا عارفين إنه في عندي إشي طالع هيك ويكون تحتيه فراغ، هاي هي أندر كات. فالوث إذا كانت اللور تيث لور بوستيريور تيث كثير الوث تبعها كبير، حيصير في تحتيها لينجوال أندر كات، وهذا الإشي حيعمل لي مشاكل في الاستابيليتي. طيب هذه شرحنا عنها البروتروسيف موفمنت اللي بتصير على على السكند مولر على الانكلايند بلين اذا كان على الريترومولر. طيب بالنسبه لهذا الجدول، هسه هذا الجدول بحكي لي الفرق يعني من ناحيه الكلوزر فاكتورز والستابيليتي فاكتورز والاستاتيك فاكتورز في الثلاث انواع من الاسنان، الكسب واللي بدون كسب والهايبريد. هسه الملاحظ فيهم كلهم انه الاسنان اللي مع كسبس عندهم بالانس اوكلوجن وبالانس ارتكوليشن، وفيهم استاتيك مقبوله واستابيليتي برضه كويسه فيهم ضمن المعقول وضمن الفاكتورز اللي حكيناهم، يعني الناس اللي ما عندهمش ريزورت رينج. الكسب التيث اللي بدون كسبس فيهم بالانس اوكلوجن لكن ما فيهم بالانس ارتكوليشن، واللي مش عارف اذا شرحناها ولا لا، بس البالانس اوكلوجن هي علاقه ستاتيك، يعني لما الاسنان تكون عم تفتح وتسكر تصير في اوكلوجن في وضعهم ثابتين، بس البالانس ارتكوليشن خلال المضغ خلال الحركه يمين وشمال خلال الحركه. فاذا الكسب تيث فيهم الوظيفتين، بس الكسب بس ما فيهم الوظيفتين. احنا حكينا احنا بنحطهم اصلا للناس اللي عندهم اوبننج وكلوزنج، ما في ارتكوليشن، ما في يمين وشمال حركه. فاذا ما فيهم بالانس ارتكوليشن. الاستابيليتي فاكتورز برضه حكيناها، الاستاتيك فاكتورز مش كثير يعني بيفيدوني لانهم يعني اسنان فيش فيهم كسبس، مبين زي كانهم اسنان وورن صار عليهم وير وكذا. الهايبريد تيث فيهم بالانسد اوكلوجن فيهم بالانسد ارتكوليشن لانه فيهم كسبس، ممكن يكون ناتشرال والى اخره من الفاكتورز. طيب هسه احنا اتفقنا على كل شيء بالنسبه للسيتنج تبع الاسنان الانتيرير والبوستيرير، بضل عندي اختار النوع المصنوع منه. هل ممكن اختاره بورسلان ولا اختاره اكريليك؟ طبعا الاكريليك يعني من اسمه أكريليك، والطقم اللي أنا بعمله طقم أكريليك. طبعاً هم بيختلفوا عن الأسنان الأكريليك اللي بيشتغلوا عليهم في الأبلكونز، يعني ما يكون في الأسنان اللي بيشتغلوا عليهم هدول البلاستيك، بس الأكريليك هم الأسنان اللي إحنا بنعمل منهم الطقم المتحرك الكامل. هسا المادة نفسها، المادة اللي بالأحمر اللي بنشوفها بتشوفوها هاي وبتعملوا فيها ال سبيشال تري وحطتوا عليها لايت كيور وكذا، هاي مادة الأكريليك. تمام، هسه هاي المادة في منها بنصنع منها بتنصنع منه الطقم الكامل. فالسن لما يكون من الأكريليك ينصنع من المادة هاي والطقم كامل برضو من أكريليك، هيك حيصير في عندي جود بوند ما بين السن والدنشر. تمام، بينما الاسنان البورسلان اللي هو النوع الثاني ما حيصير في عندي كيميكال بوند ما بين السن والدنشر، لا بالعكس حنلجأ لطرق معينة عشان نحصل ميكانيكال بوند، يعني هيك بنحفر بن وهول وكذا عساس يفوت البورسلان في الدنشر ويمسك فيه ميكانيكلي وليس كيميكلي، وهذا أسوأ أكيد من الأكريليك. فمن ناحية السترينث والبوند مع الدنشر الأكريليك أحسن من اسمه لأنه نفس المادة. في الناس اللي عندهم في الناس اللي that are very بروكسر يعني الناس اللي عندهم بروكسيزم، هي بالبي وليس بالبي، الناس اللي عندهم بسرعة أسنانهم لما يعصبوا وهم نايمين، فهذول كلهم ما لا يفضل إنه نحط لهم أسنان بورسلان، نحط لهم أسنان أكريليك. ليش؟ لأنه الأسنان البورسلان حيعملوا لي مور كليكينج ساوند. طبعا قبل ما نفوت في الحكي الدكتور خلينا بس نمشي على الجدول عشان نفهم كل الحكي اللي فوق بسرعة. دائما يا جماعة عشان يعني نفرق ما بين السنين النوعين، بحب بس نحفظ كم كلمة عن كل واحد عساس بناء عليها نستنتج الصفات. فالبورسلان أنا بحب أوصفه أنه قوي وصلب وأملس، قوي وصلب وشو وأملس.
الأكريليك طري وضعيف. هسا نبلش بوستلان قوس الأملاس بحكي له هون هو hard glazed surface which is unaffected by the abrasive food. يعني البورسلان بيكون هيك بلمع وفيه فيه سيرفس هيك يعني زي المحمي محمي طبقة معينة بحطوها في اللاب عساس إنه يبعد عنه أي abrasive food material إنها تحته أو يصير عليه أي مشاكل. فهو من هاي الناحية هو هارد، حتى لما البيشنت هيك يحطه على الطاولة يدقه على الطاولة بيطلع صوت زي كأنه بيدق قزاز، فهو هارد البورسلان. بناء عليها هو عنده color stability لأنه عنده سيرفس هيك glazed يعني بلمع وبيبعد عنه أي شوائب إنها تلزق فيه، بس يكون سطح أملس، فهو فيه color stability ما بتغير لونه مع الوقت. فإذا هو أملس فما بلزق عليه ألوان، ما بتلزق عليه مشاكل يعني كالكولاس وبكتيريا و فما بتغير لونه. وبس الديسادفانتج تبعونه إنه هو need mechanical retention مع الإيش مع الدنشن، هذا حكيت عنها ما بتفعل كيميكلي، بده ميكانيكال ريتينشن. بريتل لانه قوي، اي شيء قوي وهيك زي القزاز بيكون بريتل سهل انه يتكسر. It has a different coefficient of thermal expansion from the acrylic resin base. فهذا الشيء ممكن يخلي لي يعني يعمل لي كريزنج حوالين السن. الكريزنج هاي الصفه بس خاصه بالبورسلان، فلما نعمل بروسيس للدنشر يفوت في الفرن ويجمد أسنان البورسلان بصير في حواليهم زي الكريزنج زي هيك تشققات بسيطة بسبب الكوفيشنت ديفرنت في الكوفيشنت في ثيرمال اكسبانشن، بيختلفوا بالحرارة عن بعضهم بالتالي بصير في عندي تشققات حواليهم. كليكينج نويز لأنه قوي، فأي إشي قوي بيعطيني صوت هيك زي الكليكينج. طيب الأكريليك بالمقابل هو طري وضعيف، طري وضعيف في الطري، فإذا أنا لما يصير في عليه قوة أنا بتوقعش إنه هو يكسر زي البورسلان ولا بتوقع إنه يطلع صوت، بالعكس حيعمل لي كاشينج إفكت. شو يعني كاشينج؟ يعني بسحب هيك بسحب القوة اللي أجت عليه، ما بتكسر، ما بيصير عنده ردة فعل، فعنده greater resilience لهذا الإشي للقوة للأوكلوجن لود. أكريليك تيث يونت with the denture base chemically هذا اللي حكينا عنه. worn down with the consequence of the loss of the vertical dimension. فهو لأنه ضعيف وبيستقبل القوى مرات بيستقبلها على حسابه الشخصي، فبصير عليه worn وشوي شوي بتقل يعني بيقل حجمه وبصير يتفتت. تمام. هسا هون الدكتور بس إيش فالأكريليك تيث كان withstand forces but with time it will wear. هذا الاشي شرحنا. هون الدكتور بس تحكي لنا انه اذا كان البيشنت عنده دايستما وحابب انه نرجع له اياها عادي بنرجع له اياها، لانه في الاخير هو اللي حيلبس الطقم وهو اللي should be happy with it. تمام. هذا التيت should provide، طبعا هذا كله محكي كله الحكاية ما في اي شيء جديد، كل حكينا. وهاي بالنسبه للاسئله اسئله السنوات. في حد عنده أي سؤال؟ دكتور هلأ بالنسبة للمعلومة اللي إحنا حكيناها عند الـ vertical dimension قصة الـ cusp of the lower canine و lower premolar first premolar، هدول ما بيكونوا مبينين الـ cusps لما التم يكون شوي مفتوح ولا بيكونوا مبينين؟ هدول لازم يكونوا مش قصد مبينين ولا لا، هدول لازم يكونوا على سوات الـ lower lip. يعني هي مش هنا مش انسايزل شو، هنا بس عم نحكي على مستوى اللور ليب بالنسبة لهم. تمام. بس هم اذا كانوا على مستوى اللور ليب يعني هم مش مبينين، يعني بيكونوا مغطين باللور ليب. تمام. وقصة الفلات ريدج ليش لازم نحط كاسبلس تيث؟ هاي ما فهمتها. طيب ثواني خلينا نرجع اللي هي هون. ايوه هسه هاي ضمن الستابيليتي فاكتور. الستابيليتي فاكتور انا بيهمني انه الدنشر يكون ثابت، بناء عليها يعني نقرر ليش حطينا هاي الكسب، ليش حطينا سن كسب او حطينا سن كسب بس. فلما تكون الريج ريزورت يعني الريج فلات تقريبا والدنشر انعمل على ريج فلات، فالدنشر اصلا
بوضعه الطبيعي يدوب مسك حاله. حلو. هسه الكسب لما تنحط على دنشر زي هيك، فالكسبس بالعاده لما يعملوا اطباق ويسكروا على بعض بيعملوا انترلوكينج مع بعض، بيسكروا على بعض منيح، فلما يروحوا يتحركوا يمين وشمال عشان يمضغوا الاكل يعني زي كانهم بفلتوا عن بعض بصعوبه هيك. في شيء يعني لازم السن اللي تحت يكون ماسك حاله منيح على الرج عشان يضلوا ماسك ويفلت، واللي فوق لازم يكون ماسك منيح على الرج وش اسمه ويفلت عن اللي تحت، فلازم هيك يتحركوا بشكل صعب عن بعض. تمام، فهمت علي؟ هسه فهمك لموضوع الانترلوكينج هو المفتاح للموضوع. فالاسنان لما يكونوا هيك عندهم كاسبس حيفوتوا ببعض، لكن لما يتحركوا يمين وشمال حيكون صعب انهم يتحركوا يمين وشمال، ولما يتحركوا حيكون يعني حيفلت معاهم الدنشر كامل. فهمت علي؟ اها تمام. فانا الكسبس اللي فوق طبقوا على الكسب اللي تحت، لما يجوا يتحركوا يمين وشمال يعني هم لانهم ماسكين مع بعض بصعوب، ماسكين مع بعض بقوه، فلما يتحركوا يمين وشمال فلت الدنشر لانهم شو ماسكين مع بعض بقوه، عاملين انترلوكينج. تمام. فلهيك انا بهمني اني انا تكون الكسبس فلات على اساس انه يتحركوا براحتهم يمين وشمال عن بعض، ويظل الدنشر الفلات يدوب ماسك حاله في محله وما عليه مشاكل. بس اذا كانت الريدج ويل سبورتد، كانت الريدج ويل سبورتد فعادي، كان عندي كسب تيث، ولو كان عندي كسب تيث وعملوا اطباق على بعض صار في انترلوكينج دخلوا ببعض، ممكن يفلتوا عن بعض ويتحركوا يمين وشمال ويظل الدنشر في محله ما يفلت، لانه هو ممسوك منيح بالريدج، الريدج ويل سبورت. ايوه تمام. بس انت قصدك بقصه يمين وشمال اللي هي الرومينيشن؟ ايوه الرومينيشن. اها تمام. عمليه المضغ لانه هو هذا كله عشان البيشنت ياكل. تمام، هيك وصلت، شكرا. تمام. بس في حد عنده سؤال؟ اوكي، خلينا نوقف الريكورد.